فين يا ترى؟ هي فين؟ مش لاقياها. قفشتي. انت مش هتبطلي الحركات دي؟ انا لو قلت لك مش عايزه اروح المستشفى مش هتردي. يا حبيبتي هو بمزاجنا، وبعدين خلاص هانت، قربنا نخف، ولا هيبقى في مستشفى ولا ادويه ولا حقن. متاكده؟ متاكده. ويلا بقى نلبس عشان تاخرنا على ميعادنا. طب اوكي. انا عايزه البس الطبق الاصفر بتاعي اللي فيه دانتال. جود مورنينج سادو. خلي ناصر يحضر العربيه على بال ما اجهز رنا، وحضري الفطار. يور انكل از ويتنج فور يو داون ستيرز. اللي جابه على الصبح ده اعمل له اي حاجه يشربها على بال ما اجهز رنا وانزل له. انت هتلبسي بالتو لونه ايه؟ هلبس بالتو لونه ابيض. اوكي. انا كمان عايزه البس البالتو بتاعي لونه ابيض، وعايزه البس السكيني جينز بتاعي. حاضر يا روحي، انا والسكيني جينز بتاعي. بس خلصينا هنتاخر. يلا. اوكي. خلوني ماما اسمعي. والله هو انت تحبي اللون ده ولا ده؟ بس هي مش شقه. اي كلام يا ماما، اي كلام. انت بس عايزه تاخرينا وخلاص. يلا 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 يلا. ما كنتش اتمنى ان الحال بينا توصل للدرجه دي. هو انا يا عمي اللي كنت رحت اشتكيت ورفعت قضايا؟ اعمل لك ايه؟ ما انت رافضه تديني حقي. وهو حقك انك تورث بالعافيه. لا 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 لا، مش بالعافيه بنت اخويا، وانت عارفه كده كويس. اخويا الله يرحمه لو كان عاوز يكتب لك حاجه قبل ما يموت كان قال. طب اعمل لك ايه بقى انه ما قالكش؟ ترجع على اللي في دماغك قبل الفاس ما تقع في الراس. وتاريخ الخبير يقول ان الامضة مزورة، وانا ما يخلصنيش ابدا ان بنت اخويا حبيبتي تتحبس. لكن يخلصك انك تشوشر عليها وتبعت انذارات ومحامي رايح ومحامي جاي. هو مش غلط يا حبيبتي ان الواحد يدور على حقه. وبعدين ده امر ربنا. افتح المصحف هتعرفي ان انا ليا تلت الميراث اللي سابه اخويا طالما ما عندوش ولد. ولا انت بتعترض على امر ربنا؟ استغفر الله العظيم. لا طبعا مش معترضه، بس الكلام ده لو ما كانش بابا الله يرحمه كتب لي كل الميراث باسمي. انا بقى متاكد انه ما عملش كده. مش عارفه اعمل لحضرتك ايه عشان تصدقني. اقول لك ما تخطف رجلك كده وتروح تسأله. أروح؟ لا ده أنت فعلا مؤدبة ومتربية على الآخر. ماشي ماشي يا بنت أخويا، الظاهر إن مفيش فايدة معاكي. عموما أنا عملت اللي عليا وجيت لك لحد عندك، قلت يعني يمكن تلم الدور وتلحقي نفسك. لما واضح ان تربية امك الله يرحمها مقصرة فيكي قوي 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 قوي، ما بتعيشتي معاها العمر كله. هتاخدي طبعينا احنا ولا طبعها هي؟ ماشي يا بنت اخويا، على اذنك. تليفوني معاك مش كده؟ طبعا يا سعاده الباشا. طب بقول لك ايه؟ امسك امسك دي. خيرك بغرقنا يا باشا. يا عم امسك، ما تعمليش فيها داي يا امار. ربنا يخليك يا باشا. انا مستني تليفونك. ها؟ قول لي جرى السواد اخباره ايه؟ هو سايق فيها شويه لكن هيجي هيجي. كلنا خدامين القرش يا جناب الباشا. يا عيني عليك فيلسوف. طبعا كلنا خدامين القرش،
مستني تليفونك زي ما قلت لك. تحت امرك يا باشا، نورتنا يا جناب الباشا. سلام. الف سلامه. سلامه سعاده الباشا. الف الف سلامه. الف سلامه يا باشا. الف سلامه. سلامه يا باشا. بدري يا هاني، الدكتور عايز يمشي بقاله ساعتين وانا سايب محاضراتي وجاي لك قاعد لك هنا من الصبح. وانا جايه في الميعاد اللي قال لي عليه الدكتور بالظبط. هو انا اخف ولا افضل كده على طول؟ لا يا حبيبتي، هتخفي هتخفي ان شاء الله، هترجعي احسن من الاول كمان. وشعري هيطلع؟ شعرك هيطلع وهيطول تاني احلى من الاول. بس انا سمعت طنط وسام بتقول لي بابي ان انا مش هخف ويمكن الموت. هذا الشر عليك يا حبيبتي، اوعى تقولي كده، اوعى تقولي كده تاني عشان خاطري يا رنا. حساب المستشفى. أنا مش بشتغل عندك عشان تديهم لي وأروح أوديهم، حسابات عندك تحت. حبيبتي دي أوراق عليك. كلام مراتك اللي زي السم واللت والعجن بتاعها ما اتقالش قدام بنتي. مراتي ما قالتش حاجة. ابقى اسأل رنا. رنا معايا النهارده، هجيبها لك الصبح. كانت بتقول لك ايه؟ ابدا، كانت بتوصيني على رنا. بتوصيك على رنا؟ كانت بتتكلم عليا وانا سامعاها بودني دي. وسام، مش وقته، خلينا في اللي احنا فيه. كده فاضل جلستين، الكورس الكيماوي هيخلص. عارفه. بعد كده دكتور عاطف هيقول لك اذا كنتي هتسافريها تاني بره ولا هتكملي هنا. ان شاء الله. شكرا. ايوه يا ماما، في ايه؟ في ميتنج مع اميره اكزيكتيف نديم فخري. انت نسيتي ولا ايه؟ لا مش ناسيه، بس انا النهارده لا فاضيه الميتنج ولا الشغل من اصله. خلي رامي معاها ويشوف طلباتها ايه. على فكره اوريدي رامي قاعد معاها، بس المفروض انك كان جايبها عشان تقابلك وتخلصي الدين معاها. جرى ايه يا نهى؟ بقول لك مش جايه غير لما اطمن على بنتي. عايزه تستنى اهلا وسهلا، مش عايزه مع السلامه. انا ما عنديش حد اهم من بنتي. اوف ده انا نسيت خالص، دي رنا عندها مستشفى النهارده. طب خلاص خلاص، خليكي براحتك. انت محتاجه حاجه؟ طيب اوكي، خلي بالك يا نفسك. باي باي. بقول لك ايه، ما جتش لحد دلوقتي، ايه النظام؟ بنتها عندها سيشن كيمو. واحنا مش هنخلص من حوار بنتها ده؟ حرام عليك، هو ده مرض عادي، ده كانسر. طب نهايتها ايه؟ جايه ولا مش جايه؟ جايه جايه، بس مش دلوقتي. وال 50 مليون اللي قاعده جوه دي اقول لها ايه؟ ايه اديناكي معاك بالغلط؟ هي مش بقت انتمتك وحطيتها في جيبك الصغير؟ روح ثبتها في اي حاجه لحد ما مالك تيجي. هي
هشام، هعمل كده وابو كده كمان. ماشي يا ابو كده. ايوه يا ملك، الف سلامه على رنا، طمنيني عليها، عامله ايه دلوقتي؟ تحبي يجي لك المستشفى؟ لا ميرسي، خليك انت بس قاعد مع صاحبتك دي وشوف لك الجيم ده هيتلعب بكام وازاي. طيب تمام، وانا لما اخلص ابقى اجي لك. باي. ايه ده؟ مين اللي اداها العصير ده؟ بنتك كانت عطشان عايزه تشرب حاجه، سيبها تموت من العطش؟ يا اخي ان شاء الله انتي خير. في ايه؟ مالكم انتوا الاثنين؟ بتزعقي ليه؟ هو محدش فاهم البني ادمه دي انه ما ينفعش البنت تاخد اي حاجه الا بعد الجلسه بساعتين على الاقل. طب خلاص حصل خير. خير؟ انا مش عارفه اصلا ايه اللي جابها هنا دي. انا غلطانه اني جايه اطمن عليها. وسع يا حازم، انا في العربيه. يا وسام، يا وسام اسمعني بس، هقول لك. راجع. يلا يلا. انا عارفه انك بتبيع عطشان، بس لازم تصبر يا حبيبتي، انت مش اول مره. مش عايزك هنا تاني. هانت وهانت قوي كمان، فترجعي زي الاول واحسن، تلعبي وتتنططي وتروحي المدرسه وشعرك، وشعرك ده هيبقى احلى من الاول كمان. انا مش هموت. بعد الشر عليك يا حبيبتي، ما تقوليش كده تاني. عشان خاطري ما تقوليهاش تاني. حاضر. هتروحي عند بابي النهارده؟ مش عايزاكي تتشقي. احنا لسه ما اتكلمناش، بليز اتفضلي. اتكلمنا اتكلمنا، قلت لك مليون مره مستحيل. لا 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 اميره، لا ما فيش مستحيل. اللي انا اعرفه انك بتحركي نديم فخري زي ما انت عايزه. ايوه بس دي مراته، عارف يعني ايه مراته؟ يعني عايزني اقول له الغي العقد مع مراتك ونسحب الشغل ونوديه ايجنسي تانية؟ عايزك تقولي له كده. ازاي يعني؟ إيه ما اعرفش نديم، انت محتاج تشوف ايديز جديده عشان اعلاناتك ولو لموسم واحد، ما اعرفش. وانا اللي اقولك تقولي له ايه؟ رشا دي صعب، وبعدين ده هو عمل لها الايجنسي دي كلها عشان شغل المجموعه كله يبقى عن طريقها. مش هقدر. لا اميره، انت جيتي لحد هنا يبقى هتقدري. لا يا حبيبي، انا جاي اتعرف على ملك الجرح عشان تديني الشاليه بتاع هاسياندا كريدت مش كاش. طب ايه رايك بقى ان هي هتديهولك كادو وعليهم دول كمان؟ لا انا عارف الموضوع صعب جدا ومحتاج تفكير، انا فاهم طبعا. شفت بقى ديك اخرتني، زمان وصل المجموعه. نديم؟ اقول له ايه؟ لا ولا حاجه، ما ترديش عليه، احلقي له لحد ما نعرف هو فين، يمكن لسه ما راحش. تصدق فكره؟ شوف لي أميرة فين وفورا. تحت أمرك يا نديم بيه. هو أنت ناوي تاخدها معاك المزرعة ولا إيه؟ صباح الخير. أنا مقدرة اللي أنت فيه وعارفة إنك معتمد عليها، بس حكاية أميرة دي بقت أوفر، أوفر قوي كمان. دي بتظهر معاك أكتر مني، وساعات الصحفيين بينشروا صورها جنبك ويكتبوا مراته رشا محجوب. أيوه رشا محجوب. ما كتبوش بقى أميرة معرفش إيه؟ ليه؟ عشان متجوز رشا مش أميرة.
ومش هتتجوز غيرها يا روح قلبي. وعارف لو فكرت بحياة بنتي هقطعك بسنين يا قطوطة. انت يا حلوة مش فاضي انا للكلام ده. دي شحنة بسبعة اصفار، 10 مليون دولار طايرين على السوق يا حبيبي. فداك فلوس الدنيا كلها، وبعدين هو انت هتغلب يعني؟ اللي ما تباعش بره يتباع جوه. هو باعها المشكلة؟ رفضها هو المشكلة. عارفة يعني ايه مركب ترجع باللي فيها في البحر؟ يعني اسمي عندهم يتهز. طب ما تحاول معاهم تاني يمكن يقبلوها. ما بيهزروش دول. ايه رفضوا بعدين؟ ثانية واحدة. انت فين الصبح؟ خلاص اجي الاقي مجلس الاداره كله في مكتبه، متبلغين في المزرعه ان انا هسافر لهم بالليل، يستنوني كلهم كلهم بما فيهم الدكتور اللي الشحنه اترفضت بسببه. نعم اما اجيلك بقى. طب والله العظيم الدكتور ده مزوق عليه. لو لوحده اقول اه، لكن ده فيه سوبرفايزر ومانجر ومراقب جوده، وانا قايل لهم ان الاتحاد الاوروبي مانع ان البقر يتحقن بالهرمونات دي. بقى ايه بقى؟ امال ايه يعني؟ بيتصرفوا من دماغهم. اعرف كل حاجه. معلش يا حبيبي روى انت بس، وافتكر ان ياما حصل لك اكتر من كده. المره دي في حاجه مش مظبوطه. مركب ترجع بالبضاعه اللي عليها، وبعدين اشاعه الفورمالين اللي في الجبنه وغرقه السوشيال ميديا. انترنت ما بيتكلمش غير عن نديم فخري، وكان ما فيش حاجه في البلد غيري. في حاجه غلط. اه معلش اجلي صرف الشيك الاخراني لحد ما اشوف السيوله ايه. اوكي بصي لولوجي لما ترجع من المدرسه. انت هتكوني خرجتي. انا مش رايحه الايجنسي، بس احتمال اخرج مع داليا بالليل شويه. بقول احتمال لسه. نديم يا حبيبي بليز حاول تسافر بدري، طريق العالمين ده ضلمه قوي، وحاول ما تسوقش بنفسك. تمام تذكر، وما تقلقنيش عليك، لما اكلمك رد بليز. بليز عندي 6000 موظف ولازم اعمل كل حاجه بنفسي؟ ليه؟ مش هاكل عيال؟ يطلع عين اللي خلفونا انا في ديل زي ده، وتيجوا انتوا بهبل تهدوا كل اللي انا بعمله. طبعا الصحافه ما هتصدق. مراكب نديم فخر راجعه في البحر بالبضاعه اللي عليها. مش عايز الجرايد تاخد خبر. الناس بتوع السوشيال ميديا تشتغل شويه. في خلال ساعتين تقرير على مكتبي في كل التفاصيل هاخده معايا وانا رايح المزرعه. وتتصرف في البضاعه اللي في البحر، محدش يقول لي نوزعها هنا. مش اللي يترفض بره نبيعه جوه. اعدموها في البحر. مش عايز حد يتاذي بسببي. واشتغلوا بدل ما افوركوا كلكم. كلكم. اللي مش قادر على شغلته يشوف حد تاني يقدر. مفهوم؟ شوفوني يا أميرة فين؟ في كده ادي الاعلانات اللي بتكسب، مش اعلاناتنا اللي بنصرف عليها من واسعه. واسعه ايه؟ ده شويه ماتيريال متجمع من اعلانات قبل كده متصوره، يعني لوجو محطوط في الاخر ولا اي حاجه. قول له يا ابني والله تلاقيها حتى الفلوس كلها في جيبها وصرف على الاعلان ده 3 مليم. هو هاجب صاحبها، هو بيكيش. قصدك بيخيش. ده لو فاهم في حاجه ما كانش وافق على اعلان زي ده. طب انا معاك يا ملك، هو مش فاهم،
التيم اللي عنده بقى ظروفهم ايه في الحياه؟ يعني موافقين ازاي عن النحت ده؟ تلاقيهم خايفين يدوسوا في منطقه زي دي عشان مراته. طب هي اميره بقى ايه هتدوس؟ اميره دايسه، طالما طلبت عربوني بقى اميره دايسه، وبالمناسبه احنا هنقابلها النهارده بالليل. والله انا خايفه لا تكون اميره دي بتشتغلك وهتضرب على عربون. ليه؟ هو انا تلميذ؟ لا مراته هي اللي مش تلميذه، وصعب انها تتقلش كده بسهوله. اه ده انت عارفاها بقى يا ملك؟ لا 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 ما اعرفش حد، انا ما شفتش، انا بسمع. وانا كمان بسمع، يعني انا بسمع انها مقضياها. اعراض الناس ما نتكلمش فيها، عيب حرام. استغفر الله العظيم. مش حاجه. طيب هو نديم بقى ايه نظامه في الليله دي؟ والله اللي انا اعرفه ان هو راجل محترم، وبما انه راجل محترم يبقى اكيد مراته ست محترم. وصلت؟ بعتها على الواتس. خلاص ابعتها تاني. Don't worry. طول ما في والد منصور يعني مفيش قلق. سلام. الو ايه نديم؟ شوفي لي التليفون ده بتاع مين. اوكي ثانيه قول كده.
0122771582. آخر رقم كام؟ 5؟ أوكي. لا بص، ده مش متسجل على ترو كولر، ممكن أبصلك عليه على أبليكيشن تاني، ممكن يبقى موجود وأكلمك تاني. ها؟ بسرعة. مالك أنت مالسوق؟ أنت وصلت المزرعة؟ بسرعة. طيب حاضر حاضر. أوكي. باي. ماله ده، حد بيعكسه ولا إيه؟ الظاهر كده. بقول لك إيه؟ هي جاية بقى ولا لا زي قبل كده؟ لا 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 لا، هي اكيد 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 فور شور جايه، ومعاها التشيك والديبوزيت كمان، هتشوفي دلوقتي. كده عن الصاروخ ده؟ مش قلت لك؟ سوري يا جماعه اتاخرت عليك خالص. اميره ناصر ملك الجرح. طبعا. هاي رامي، انا بقالي كتير عاوزه اتعرف عليكي، بس الجبان ده اللي مش راضي. انا برضو عموما فرصه سعيده. انا اسف. نتكلم شغل بقى؟ قلنا هنخش في الموضوع على طول كده. بص يا ستي، انا رامي اداني فكره عن الحكايه وانا بعمل محاوله. محاوله؟ هو احنا لسه هنحاول؟ اكيد طبعا، الموضوع مش سهل. اميره بلاش افوره. ها، اللي احنا اتفقنا عليه مش هيتغير. وانا جبت سيره حاجه مالك، لازم تعرف الحكايه محتاجه خطه. بس انا على فكره ابتديت. امال رامي فهمني حاجه تانية ليه؟ ولا انت عامل ضيعلي وقتي بس؟ لا لا، بتقولي انت ابتدت، مش ابتديتي صح؟ اوريدي اتس اول جود. أنا آسفة يا جماعة، أنا لازم أمشي. طب نخلص الميتينج وبعدين. ملك ثانية واحدة. ملك ملك بعدين. لا بعدين. ملك بليز. هو في إيه؟ لا ما أنا ما مش فاهم. هي المسج دي فيها أنا إيه؟ ما شفتش المسج، ما أعرفش. أنا أخش الحمام. زي ما انت كده فوق. تفتكر السواق ممكن يقول لجوزي اني خليته يروح عربيتي وركبت معاك؟ ما اظنش في حد شافك كنت بتركبي معايا خالص. ولا يقول له؟ اه ما يقول. مش مهم، هقول له انك تعرفي بتاعي وانا هروح للسباق بتاعك مثلا. مش ده في كل حاجه فوق، شوفيها دلوقتي. لا انا ماسكه، ما بعرفش افكر. هو انت بتعرفي تمشي؟ طيب طيب، مين اللي جاي السعادة؟ افندم رنا فين؟ اشمعنى؟ بنتي فين يا حازم؟ احنا مش اتفقنا احد بات عندي النهارده؟ يا رنا رنا في ايه؟ ما تفهميني. انت اللي تفهمني بنتك بعت المسج دي ليه؟ عايزانا اجي اخدها من عندكم ليه؟ عملتوا لها ايه؟ مامي مامي. تعالي يا حبيبتي قولي مين ضربك؟ قولي يا حبيبتي ما تخافيش. ايه؟ في ايه صوتك العالي ده؟ انت ايه؟ ايه؟ ما بتصدقي تلاقي فرصه تيجي تنكدي علينا فيها؟ انت تسكتي خالص. الحقدي بتزعقلي. لما تدخلي البيت تحترمي الست اللي فيه، انت فاهمه؟ ايدك دي ما تلمسنيش احسن، ورحمه امي اللي دفعك الثمن غالي. اسمعي يا ملك. اسمعي انت يا حازم. اللي يمس شعره من بنتي هاكله بسناني ان شاء الله يكون مين، فاهم؟ يعني لو غلطت ما نربيهاش؟ يا اخي حرام عليك، هتبقى انت والزمن عليها، مش كفايه اللي هي فيه؟ ما تحس على دمك بقى. بس دلعك فيها ده مش حلو. يلا بينا يا رانا. على فين؟ خدها معايا واقصر الشر احسن لك يا حازم. طب استني ما تغير هدومها. مالكيش فيه. انا الحق عليها اللي خليتها تيجي هنا من الاول. كان لازم اقول لا بعد اللي حصل الصبح. يلا يا حبيبتي. ساتر. ايه دي؟ ايه دي يا حازم؟ كنت مستحملها ازاي دي 4 سنين؟ ما كانتش كده في امريكا. ما كانتش كده في امريكا؟ امال كانت ازاي يا اخويا؟
كده اهو ولا كده اهو؟ بقول لك ايه، انا مش طايق نفسي. حاضر يا حازم، حاضر. ما انا الغلبانه اللي دايما تيجي عليها، انما ملك الجرح لا. اسكتي خالص، انا مش عايز اسمع نفس، فاهمه؟ حكيتم حكيتم خالص. وان شاء الله ان شاء الله ربنا هو اللي هيجيب لي حقي منها ومنك. مين ده؟ هو في ايه؟ انت مين؟ ده هو وليد، هو اللي قال لي انها سهله تتشقط عادي يعني. مدام ملك الجرحي،
وسهلا. مستر نديم طبعا. اهلا يا فندم. اتفضل. ارزقكم. احنا ما اتقابلناش قبل كده. ده حلوه تشجع يا فندم. قصدي لا صراحه مش فاكره ان احنا اتقابلنا قبل كده. لا اتقابلنا واتكلمنا وقعدنا بس فين وامتى مش فاكر. والله هما بيقولوا في تحليل علمي للموضوع ده. ده اللي هو ايه؟ ده جافي. ان الواحد يشوف الحاجه قبل ما تحصل يعني تقريبا. لا انا متاكد ان احنا اتقابلنا صراحه. انا مش فاكره. هفتكر انا على مهل. المهم ان اميره قالت لي على شغلك ويا ريت يبقى في تعاون مع شركتنا. والله دي حاجه تسعدني. يا ريت الماركتنج مانجر بتاع حضرتك يقعد مع التيم بتاعنا ونشوف ايه المطلوب بالظبط ونعمله. انت ما بتضيعيش وقت خالص. صراحه لا. مش بقولوا تايم از ماني. انا احب كده. وانا كمان. قهوه يا فندم. اشرب قهوه. فور. حاضر. عمر يا مستمعي. قهوه. حضرتك تشربيها ازاي؟ من غير سكر. قهوه. قهوه تركي يعني؟ قهوة بس. قهوة عادية. قهوة تركي من غير سكر. حالا. نايس اوفيس. ثانك يو. ما هو ما بيعملش فولو اب للتاسكس واحنا بنتكلم بالبق يعني؟ مش هتقعد تقولي لي انه مش موجود لاني عارفه ان موجود ان ملك الجرح معاك. بعد اذنك ما تضيعيش وقتك معايا. مش معنى اننا اتطلقنا انك تلغي الشغل اللي بيننا يا نديم بيه. انا ما عنديش معلومات ان في ميعاد مع حضرتك. هو مش في عقود يا باشمهندس ولا نسيت حضرتك؟ لو سمحت تتفضلي وبعدين تاخدي ميعاد. مش هتفضل. والهانم اللي جايه تستغل الموقف وتنط على شغلي بالطريقه دي هي اللي تطلع بره. انا اسف جدا. اتلمي واخرصي. مش اخرص شغلي وبدافع عنه ولا هو لا بيت ولا شغل. ايه يا ملك هانم؟ محدش علمك ان عيب قوي تنط على شغل حد تاني بالطريقه دي؟ انا اسف. مدام ملك. تجري وراها ولا ايه؟ اسمعي بقى. تفهمي ان علاقتك باي حاجه تخصني انقطعت. واياك تستجري تعتبي المكان ده تاني. حركاتك اللي بتعمليها دي مش هتهتني. انا في عصك تحت جزمتي. تبعدي بالاميال عن اي حاجه تخصني ده لو ليكي كرامه. فاهمه ولا لا؟ علي صوتك اكتر وخلي موظفينك يسمعوك وانا هقول لهم اتطلقنا ليه. ولا اقول لك؟ خلي البوليس هو اللي يقول لهم. دبلتي اللي عليها اسمك. نسيتها هناك. هنعمل ايه في مصيبة الدبلة دي؟ تنزلي تعملي محضر في القسم. هتقولي الدبلة يا اما اتسرقت يا اما نسيتيها في المكان اللي كنت سهرانة فيه ولا كلمة زيادة. طب ما تيجي معايا. انزلي. انزلي عشان ما اعملش معاك اللي كان لازم اعمله. وما عملتوش ساعتها ليه؟ اقول لك انا؟ عشان انت لسه بتحبني. تفتكري ممكن أضيع اللي بنيته عشان واحدة زيك؟ موتك ما يبسطنيش. أنا هموتك بالحياة وده اللي هيبسطني. يعني إيه؟ مش فاهمة. فكري فيها على مهلك. يلا. Thank you.
ما بتردش. هي مين؟ مالك؟ وانت كلمتيها ليه؟ كانت خارجة من هنا منهارة وبتعيط، حاولت ألحقها ما عرفتش، عمال أكلمها في التليفون ما بتردش عليا. أنت اللي قلتي لرشا إنها عندي؟ لا طبعًا، إزاي؟ بس هي جاية وعارفة إنها عندك. عارفة منين؟ ما ده السؤال اللي هيجنني. حاولت أمنعها إنها تدخل لك بس أنت عارف أسلوبها بقى. مفهوم. أنا خايفة اللي حصل ده يعمل لنا شوشرة وإحنا في غنى عنها. ليه بقى؟ هي مالك دي من نوع اللوكلوك؟ معرفش، أصلها مش صاحبتي يعني. طب سيبيه رقمها. أنا فكرت في حاجة كده، تسمعني؟ أسمعك. اتفضلي. أنا آسف اقتحمت بيتك من غير سابق إنذار، بس كان لازم أعتذر لك عن اللي حصل في مكتبك. اتفضلي. معلش يا ريت تنسي الموقف البايخ اللي حصل. أهلاً وسهلاً مستر نديم. ما تستغربش، أنا ملك ودي مريم أختي، إحنا توينز، بس أنا مولودة قبلها بخمس دقايق. الحمد لله اللي جيتي بدري، كان زماني فاهم غلط. عادي، إحنا متعودين، كل الناس بتلخبط بينا. أكيد لازم تعملوا حاجة تخلي الناس تعرفكم من بعض. أنا اديتها الوردة على إنها أنتي. عموما ميرسي قوي على الورد، أنا وهي واحد. الحقيقة هو فعلا في حاجة بتفرقنا عن بعض للأسف. من حوالي ست شهور كانت هي وبابا راجعة من الساحل، كانت هي اللي سايقة، وفجأة معرفتش تسيطر على العربية وتقلب بنيهم، وبابا توفى قبل ما ينقلوه المستشفى. I'm sorry. Thank you. وهي من الصدمة جالها حالة اسمها خرس مؤقت. الدكاترة بيقولوا إنه عملية وقت، إنه مفيش حاجة عضوية تمنعها من الكلام. وهي على فكرة بتسمعنا وبتتجاوب معانا كويس، بس إنه تتكلم صعب. مفهوم. زي الإحساس بالذنب بعد وفاة باباك الله يرحمه كده، يعني تقدر تقول كده. وده كلام الدكاترة كمان، هما بيقولوا إنه هي لازم تغير جو عشان تطلع من المود اللي هي فيه. ما تسفروها بقى. حصل فعلا، احنا لسه راجعين من باريس من شهر تقريبا،
كل الدكاترة اللي تعرضت عليهم هناك قالوا تقريبا نفس الكلام اللي اتقال هنا. عموما هي بتاخد شوية أدوية وعلى الله يعملوا مفعولهم معاها. إن شاء الله. لو على مصر احنا عندنا مستشفى كبيرة أخويا بيديرها، أي حاجة تحت أمرك. الحقيقة أنا مش عارفة أقول لك إيه. نسيت أشكرك على مجيك هنا وانشغلنا بالكلام عن المشاكل ومريم. ولا أي حاجة. أنا ما يرضنيش اللي حصل لك في مكتبي. الشغل اللي اتفقنا عليه ماشي زي ما هو. بجد؟ طب والعقد اللي دي حاجات بسيطة ما تشغليش بالك. بعد إذنك لازم أمشي. تمشي كده ما سألتكش تشرب حاجة. معلش مرة تانية. أوصلك؟ أنا عارف المكان. أوكي. باي. عايز ايه؟ امسكي دي، امسكي. مريم تمام؟ معاكي فلوس؟ اه طبعا. عايز كريدت كارد ولا كاش؟ كاش كاش. خد خد يا بنت المحظوظ، امسكي، قلبيها عشان نمشي بقى؟ طب يلا، ميشو يلا. لا لا انا قاعد انا قاعد. لا 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 استاذ في الدلاله موتني يا داس مش يا دبل وسبني مرمي وكلا شمموني بصرك ما عليا ما قدرتش اقف على رجليا شمموني بصرك ما عليا ما قدرتش اقف على رجليا الوزانه الخليه طلبت مني يا خليه الوزانه الخليه طلبت مني يا خليه فاكر زمان كنت صغير وفي شارعنا بنات حلوين واللي اتجنن واللي اتحير واللي تعقل في المجانين فاكر زمان. شوف كده اتك على نفسك في السواقه عشان هركب مع ميرم ونطلع وراه. يعني انت مش عارف بيتي يعني؟ بيتك ايه؟ انا هروح. بابي مركز معايا قوي اليومين دول. قلنا هنفطر يا جدعان عندي. افطروا براحتكم انا مروحه. ايه مروحه وبابي مركز معايا والجو القديم ده؟ بعدين ابوكي ده هتلاقيه في سابع نومه يعني.
فك كده على نفسك وتعالى نروح نقعد معاه. وبعدين الواد مشو بيجيب البت اللي معلف فوق دي وهيجي معانا برضه يعني، فخليكي لطيفه كده يا مريم. طب اعمل ايه في مس ملك اللي راجع لي من امريكا على اخر الزمن دي؟ البيت متكهرب قوي. والله انا ملك دي انا ما مش فاهمها، يعني المفروض جايه من امريكا بقى واوبن مايندد وكده. مش عارف حاجه. مريم هو انت ليه محسني ان انت في كي جي 2؟ عشان انت مش عارفه جو البيت، بابي فيري ستريكت. ما تقول لها يا ليسا عمل فيك ايه لما رحت لنا. عملي عملي. الحياة هو راجل رخم يعني ببساطة، هو قاعد يجعجع ويرجع في وشي ويزعق. صعب والله. انا لو منك والله العظيم اديهم له وش. صباح الفل يا دكتورة، احنا اصلا متجوزين وسلام عليكم. عشان يذبحني. والله الواد شريف ده بيقول كلام زي الفل، ولا يدعك ولا حاجة. والله ده شريف انت كده. انا قلت اللي عندي. انا أول مرة أعرف إنك بتفهم. وأنت حر. صدقني أول مرة أعرف إنك بتفهم. شوف أنت بس بتفهم. أيوة. هتسوق ولا أسوق؟ لا أسوق إيه؟ أنا شايفك بالعافية. أسوق إزاي؟ أنت أسوقي طبعًا. إيه اللي أنت بتقوله ده؟ أسوق؟ أسوق فين؟ أسوق إزاي؟ يلا إحنا نطلع سوا، ها؟ بلاش جو أبوكي والكلام القديم اللي أنت بتقوليه ده. لا ابويا انا هروح البيت، يعني هروح البيت. مفيش بيت. هتروح البيت ايه بس؟ شيت 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 شيت. يا نهار ابيض. I'm so sorry. انا بجد ما خدتش بالي. ما تتخضيش، ما حصلش حاجه. العربيه اتكسرت. ولا يهمك، حصل خير. اتفضلي انت. ما فيش حاجة خالص يا جماعة. طب لو تحب. أحب إيه بس؟ اتفضلي حضرتك. المرة اللي جاية بس وأنت راجعة بيبص في المراية. اتفضلي. ثانك يو. أوه الحزام بقى. على فكرة أنا كنت هنزل أبهدل الراجل ده، بس الحزام ما فكش. ما قدرتش انزل بصراحه. وماله حزامك؟ ايه؟ ما بيفتحش. حزام ما بيفتحش. الكراسي ده نادين فخري؟ مريم انا بسالك، قابلتي نادين فخري قبل كده؟ اللي كان تحت من شويه وكان فاكرك انا. عشان كده لما شافني سالني ان احنا اتقابلنا وانا قلت له لا. تصدقي ما جاش في بالي خالص ان يكون قبلك انتي. ها بقى قولي لي، قابلتيه ازاي وامتى؟ وليه جريتي بالشكل ده اول ما جيت اعرفك بيه؟ يا حبيبتي مش هتبطلي الحساسيه دي. الحاله اللي عندك جات لي ناس كتير قبل كده وياما خفوا منها، انت ما فيكيش حاجه. بس من الواضح انه معرفتك بيه طياري كده، صح؟ عشان كده مش فاكر الموقف قوي. لا ما تقوليليش. يعرف السفت الليسي بتاعك ده؟ امال ايه؟ والله العظيم يا مريم لخلصك منه واخليه يطلقك من غير ما ندفع ولا مليم. على فكرة الحقير ده جالي المكتب وأنا رفضت أقابله. يا حبيبتي يا حبيبتي اصبري، ممكن ألعبها بطريقتي؟ الأشكال الواطية دي محتاجة طول بال ولعب على الهادي. ما أنا يا مريم مش هدفع له 5 مليون عشان يطلقك، كفاية عليه قوي الفلوس اللي قلبها منك. وبعدين إحنا مش اتفقنا إنك تسيبي لي الموضوع ده؟ ممكن واحدة واحدة عليا أخلص من موضوع عمك الأول وقضيته، وبعدين أفضل الليسي ده. بس قبل ده وده لازم أثبت نفسي في شغلانة نديم. لازم أمضي العقد ده. أنتِ مش متخيلة يا مريم الموضوع ده هيفرق معايا إزاي. ها قولي لي بقى، قابلتيه إمتى وفين؟ أنا نفسي أفهم إيه اللي معطل الدنيا لغاية دلوقتي؟ المونتير؟ ما تديله اللي هو عاوزه وخلصني يا رامي. ما هو مش معقول أقول للراجل رايحة لك معايا مفاجأة وأروح له إيد ورا وإيد قدام.
طيب ابقى طمني وانا ساعه واكون عندك. باي. وكمان انت اللي زعلانه؟ والله مش فاهمه مين اللي لازم يزعل من التاني، انا ولا انت؟ مين اللي بيخبط على الصبح ده؟ ايه؟ اهو اهو انا مش انت، هي فين؟ يا ست مالك هانم؟ ايوه انت، تقرير خبير طلع اهو، وكلام انا اللي طلع صح يا بنت اخويا. تزوير 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 افندم. بتزوري امتى ابوكي بعد ما مات يا ملك؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ مش انا اللي بقول يا بنت اخويا، مش انا اللي بقول يا روح عمك، ده الخبير هو اللي بيقول. الخبير اللي المحكمه حورت له الاوراق هو اللي قال، قال عقد البيع مزور والإمضة دي مش إمضة أبوكي. ما أنا قلت لك راجعي نفسك قبل ما تقرير الخبير يطلع. ركبت دماغك وقلتي أدبك وطولت لساني. روح أسأله فين يا أختي؟ أروح له قبر أسأله؟ ها؟ أديني اتأكدت من اللي كنت شاكك فيه من غير ما أسأله. ما بالعقل كده يا أم الزكاوي. أبوكي يكتب لك أنت بالذات كل حاجة وأختك لأ. ها؟ يكتب لك ليه وأختك لأ؟ حرام ولا مش حرام؟ هي دي كمان كنت عاوز تاكلي حقها. هو ده اللي اسمه تزوير وكذب. لا ده اللي اسمه طمع. الله يرحمها أمي، ما أنت وارثة الطمع من أمك. هو كان طلعها اللي طبعها مش كده برضه ولا إيه؟ تحب أقرا لك ولا تقري أنت؟ خلصت كلامك؟ ايوه خلصت كلامي. طب اتفضل اطلع بره يا ابو تزوير. تطرديني يا بنات؟ تطردي عمك؟ هي دي تربيه امك بتاعت الاتيكيت؟ هو ده اللي اتعلمتيه في امريكا يا حلوه؟ ها؟ مع السلامه، بره. طالع يا حبيبتي، ماشي. بس قبل ما اطلع عاوز افكرك ان انا جيت لك هنا مرتين، يعني بدل مره اتنين، ونصحتك بدل النصيحه 10، واديتك فرصه بدل الفرصه 10، انما مفيش فايده. انا شفت دماغك على الاخر. استحملي بقى يا حلوه اللي هيجرالك، استحملي اللي هيحصل لك، استحمليه. مع السلامه. ماشي، نزل ايدك ورحمه أبوك الغالي لزجنك يا ملك. عارف يعني إيه؟ هزجنك. ومش عاوز حد بقى يقول ويعاتبني إزاي ترمي بنت أخوك في السجن. هزجنك، رحلفت ورحمة أبوك الغالي زي ما جوختيني. هزجنك يا ملك. أشوف وشك في السجن. مع السلامة. منورين. بسم الله. شكرا. ثانية واحدة من فضلكم. اتفضل. أيوة أميرة. وده سبب يخليكي تكلميني 100 مرة وتبعتيلي مليون مسج؟ واجي لحضرتك أي حد. الجوابات دي لازم تتمضي النهاردة. حضرتك قايل في الميتنج إنه بعد يومين لازم هتحط حجر الأساس. ما حطيتيهمش الصبح ليه على مكتبي؟ كنت مضيته. ما حضرتك نزلت على طول بعد ما قابلت عماد القط. وبعدين ما كنتش بترد على التليفونات ولا حتى على تليفون ملك الجرحي لما جت سألت عليك. يعني انا اعمل ايه دلوقتي؟ ما هو انا النهارده لازم امضيهم من حضرتك، لازم اشوفك ضروري. استنى هنا ولا اجي لك على البيت؟ لا يا اميره، روحي وسيبيهم لي الصبح امضيهم. ما اعرفش راجع امتى. يلا مع السلامه.
التليفون ده أسوأ اختراع في الكون، على قد ما فيه مميزات على قد ما هو مليان عيوب. فعلاً حاجة مزعجة، عندك حق. تحس إنك متاح لكل البشر، ولو في يوم ما ردتش على حد يزعل منك. أنا لما أحب أفصل أشد الفيشة واللي يزعل يزعل. أنت بقى، بس مش كل حد يعرف يعمل كده. الحياة اختيارات؟ للي يعرف يختار. تليفونك بيرن اهو، ممكن تردي وممكن ما ترديش. اديني اخترت يا سيدي. شفتي بقى؟ مرة اتنين بس، وبعدين مش كل مرة يعرف يختار الحاجة الصح. شوف يا ملك، أنا معاك إن في ناس كتير بتمشي حسب المفروض عليها. أنا أحب أفرض اللي الناس تمشي عليه. تاكل فطير مشلتت؟ آكل فطير مشلتت. تاكل بالإيد الفطير المشلتت. أحلى حاجة. شكله حلو قوي. بالهنا والشفا. ميرسي. عمر. عمر عمر يا نادين دي. بالهنا والشفا. رايحين بيه على فين؟ ده مش طريق المطار. أنا قلت لسيادتك إن إحنا ناخد طريق مختصر عشان الزحمة. أنت هتستعبط؟ طريق مختصر إيه؟ بقول لك قول رايحين بيه على فين؟ دوس بنزين. أقف هنا. أقف. بقول لك إيه؟ إهدي بقى وعدي ليلتك دي. أنا معايا أمر أخلص عليك لو عملت أي دوشة. تخلص على مين يلا؟ بقول لك أقف هنا. إهدي بقى. سامحني بقى نديم باشا، شغل لنا حاجه هاديه. عارفه ان كل الاكل اللي قدامك ده انتاج المزرعه؟ كله كله؟ كله. طب والميه؟ ده انت بتتلككي بقى. دي تاني مره تلكك فيها صح؟ تالت مره، انا ما بنساش حاجه. يا ساتر، لا انا بنسى كتير. لا انا مشكلتي ان انا ما بنساش خالص. انا في حاجات كتير بنساها، الا لو حد جرحني او حاول يأذيني، هو ده ما بنساهوش خالص. يبقى قدامي واعمل نفسي مش شايفاه ولا كانه موجود. يا ساتر، ده انا خفت. انت عايزني اتزوق قدامك والبس لك الوش الكيوت واقول لي كل الناس بتقوله لبعض؟ اصل انا عيب ان انا متسامحه اخر حاجه وبنسى القساية، واكتر حاجه بكرهها في نفسي طيبه قلبي. لا طبعا، انسانه عاديه جدا، بحب وبكره وبعاند وبزعل وبغير، وممكن ساعات نفسن كده. خفت اكتر. انت عايزني اكذب ولا اتلون؟ احنا هنمثل مش دي الحقيقة؟ احنا كلنا كده. هو احنا مش بني ادمين ولا ايه الحكاية؟ وبعدين انا عجباني كده، ما عنديش استعداد ان اتغير وابقى حد تاني غير نفسي. بالعكس، اوعي تتغيري. انت متصالحة مع نفسك ومصاحباها وفهماها وبتواجهيها كمان. بس انا ما قلتلك ما بنساش حاجة، ما قصدتش كل الكلام ده. امال ايه؟ انا قصدت ان انا لما بيبقى عندي حلم او بتطق في دماغي فكرة، أقوم قايم نايم بيها ما انساهاش لحد ما أطبقها، زي المزرعة دي كده. كانت مجرد فكرة. كان عندي 7 سنين وقاعد مع أبويا وأمي وأخويا على السفرة بناكل. أيام بصيت على الأطباق اللي بناكلها وقلت الله، ده كل حاجة من الأكل ده جاية من حتة. طب ليه ما يكونش في مكان كبير بيجمع كل الأكل ده؟ يبقى بينتج كل الأكل ده يعني. ومن هنا جت فكرة المزرعة. وكل ما كنت أكبر تكبر معايا الفكرة. بعدين بدأت أفهم بقى، وأدركت إن العالم كله بيحارب بعضه عشان الأكل ده، لقمة العيش طبعا. وكل الحكومات شغلها الشاغل إنها توفر للشعب لقمة العيش، والناس عايزة تاكل. ولا تقولي لي بقى حرية وديمقراطية وخلت فوقية، كل ده كلام فارغ ما يجيبش همه. والله العيش ده لو مش موجود تقوم ثورة. عندك حق. استأذنكم معلش. اتفضل يا عمر. التاني يا نديم بيه.
عمرو اسمه ايه؟ عمرو سوري. لذيذ قوي. ايوه حمام شكلنا مطولين يا معلم. حلو قوي. انا مش عارف ايه اللي جابني النهارده. لا وانا نازل من الشركه وعمال اقول لك باي باي يا رامي زي الاهبل. كنت تعالى، كنت عايز تيجي كنت تعالى. والله انا اللي مصبرني بس في شويه بط وحمام كده زي الفل، دول اللي مصبرني على اليوم الطويل ده. لا وهي قاعده منفضالي اخر حاجه. يعني هي منفضالك ومقضيها حواديت. ها عمرو اسمع، انجز 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 وفهمها ان هي ما تتعبش روحها وما تسحبش كهرباء على الفاضي عشان الكامبين ده مش هيتم وحياه امي ما هيكمل. انا لسه جاي من عند اميره ومرياني ديسيجن اللي اخده المستشار القانوني بتاع نديم. العقد بايظ. افهمه ازاي ده؟ العقد بايظ يا عمرو، بايظ مليان مشاكل، ما كانش المفروض يمضيه اصلا. دهوني هات انا افهمه. عندي هوني دهوني هات انا افهمه. ليه ها؟ عندك انت لسانه وانا اللي قطعناه لي؟ ثم انت ما كنتيش معايا اصلا. ده الاخ نوها يا معلم. بيقول لك مش كنت رحت انت المشوار ده؟ يا ريت. بدل الملل اللي احنا عايشين فيه ده. عمرو اسمعني. حاول تفهمها بينك وبينها ايه اللي بيحصل عشان هي ما بتردش علينا، وقول لها ان اميره مولعها حرب. ما اعرفش فاهمها بطريقتك يمكن تسمع لك. تمام كلموني لما تتحركوا، انا صاحي مش هنام. طيب يلا اوكي. سلام. سوري. كلم مين؟ تليفون كده. بيقول لك هي ونديم واكلين دماغ بعض. طب يا رامي، ما هو على فكره صاحب الليله دي وهو اللي يقدر يمشي اللي هو عايزه. صاحب الليله دي كلها؟ امال هو جايب ناس بيشتغلوا عنده بيقبضوا ليه؟ عشان يعملوا قرارات وهو يلغيها؟ لا طبعا. واسمعي، طالما الموضوع فلت من ايدين اميره يبقى بيركش. انا بحاول افهمها كده بس هي مش مصدقاني. سكوتي، مش انا عرفت مين الليسي؟ مين؟ جوز اختها مريم. لا 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 لا، دي عرفتها ازاي دي؟ بعد ما نديم كلمها وسابت الاستاذ جمال وخدت معاها عمرو، ها؟ رحت انا بقى ايه؟ خدته معايا في الكلام. لا 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 لا، احكي لي ازاي يعني؟ قلت له بص يا استاذ جلال، الراجل الملزق ليسي ده اللي كل شويه بيجي المكتب ويعاكنن على ملك، شوف له حل وخليه يسيبه في حالها. راح للغبي قال لي كل حاجه. يعني مريم اللي اختها ما تتكلمش دي متجوزه؟ ليه؟ هو انت عينك عليها ولا ايه؟ قفز النمر الجريح على عثمان، واستطاع عثمان في قفزة خاطفة أن يتدحرج بعيد عن الوحش الجريح. بص يا مريم، أنا أكتر واحد عارف إن الكتب دي مش هتسليكي تمام، بس أعمل إيه في عمك؟ شكرا، هو محلفني 100 يمين أجيبهم لك. دي كانت كتبي وأنا صغير. وماما كمان كانت عايزاكي تيجي تتغدى معانا بكره. ليه بس؟ دول مبسوطين قوي من ساعه ما جيت لنا. طيب على العموم فكري، بس هم هيبقوا مبسوطين قوي لو جيتي. قولي بقى اخبار اللابتوب ايه؟ مفيش باسورد وقع منك كده فيسبوك، ميل، تليفونك، ATM حتى. طبعا عموما لو اي حاجه وقفت معاكي يا ريت تقولي لي، انا ابن عمك يعني يا مريم، ما تكسفيش مني. مريم، هو انت على طول قاعده في البيت كده ما بتخرجيش؟
تروحي جيم، كافيه، تسهري. بص أنا آسف يعني، بس هو ده بسبب الحادثة. متخليش الموضوع ده يسيطر عليك يعني، ده وقته هيعدي. ما تحطيهاش في بالك قوي كده. وبعدين اسمع يعني انك كنت مقضياها، انا عمري ما جيت عندكم البيت ولقيتك. زمان ايه، فاكره سيتي كلوب؟ يوم ما شفتك هناك ودمك نشف لما شفتيني وانت بتشربي. بس انا طلعت جدع، محدش عارف حاجه. لسه بتشربي؟ تشربي خالص؟ شاي وقهوة بس؟ أحسن برضو. اتفضلي. مش عايزة؟ هي مالك فيه؟ هي على طول كده بتشتغل؟ صحيح هنسمع ان عندها بيبي ولد بنت؟ حلوة طبعا، ما فاجئتنيش على فكرة. شبهك؟ لازم تبقى حلوة. 6 سنين ما شاء الله، مشفتهاش ولا مرة. أكيد أمر ما شاء الله. بصي، بابا كان عايزنا اتكلم معاها وبلغها يعني انه هيتنازل عن القضيه. بصراحه انا ما كانش عاجبني موضوع القضيه ده اصلا من الاول، مش عاجبني ان احنا نعمل في بعض كده يعني. انا كلمته في الموضوع ده كتير، بس هو عنده وجهه نظر كده، ما اعرفش بلغها لك ولا لا. بيني وبينك برضو انا نفسي مش مقتنع بيها، مش عارف ليه، بس بحس ان انا بثق في ملك. انت عارف ان انا طلعت الاول على الثانويه العامه في مصر كلها؟ واو. 99.8 من 10. وقابلت رئيس الوزراء وكرموني وشهادة تقدير و250 جنيه، وقبضتهم 227.40 قرش بعد الضرايب. طبعا امي وابويا كانوا فرحانين جدا، خلاص بقى الواد هيبقى دكتور زي اخوه الكبير. جيت تنسيق، رحت كاتب رغبة اولى كلية زراعة. ايه ده؟ يعني انت مهندس زراعي؟ اي، ما انا قلت لك بقى الفكرة سيطرت عليا، عايز اعمل المزرعه. الزراعه ملك يعني الارض، والارض دي ربنا حط فيها كل اسباب الحياه، حديد، بترول، ذهب، لحد الفول. عشان كده كان عندي حلم اتملك حته ارض على الكره الارضيه. احلى شعور في العالم ان الواحد يعمل حاجه اللي هو بيحبها. طبعا انت عارفه ان الشباب مظلوم في بلدنا جدا، لانه ما بيخشش الكليه اللي بيحبها، بيخش الكليه اللي التنسيب يوديها له. عشان كده كل ما قابل رئيس الوزراء سيبيه ياكل براحتك، كل يا عمر زي ما انت عايز، كل واللي يفضل نوديهولك لحد البيت. خليك انا دي الاكل بصراحه حلو. فالف هنا وشفا. انت عارف اما قابل رئيس الوزراء ولا وزير التعليم قال لهم ما تلغوا التنسيق بقى، الغوه وخلوا الكليات تعمل اختبارات الطلبه تخشها، واللي ينجح فيها خلاص يبقى داخل الحاجه اللي بيحبها وموهوب فيها، وبعد كده يطلع يشتغل الشغلانة اللي بيحبها. هي فكرة هايلة، بس اللي ينفذها بقى هذي احنا بنقول ان شاء الله يفهمه. تليفونك. لا بقى، ما خلاص هعمل زيك النهاردة واشيل الفيشة.
عايز اقول لك ثانك يو. على ايه بقى؟ اللي على ايه؟ كفايه انك بتسمعني. ده انا قربت اروح لدكتور نفساني بس عشان الاقي حد اتكلم معاه. خلاص اعتبريني دكتور نفساني واتكلمي براحتك. طب وانت ذنبك ايه؟ بينا عقد بقى وعايزه يكمل. مش كل شويه هتقولي رايحه امريكا، رايحه معرفش فين. بس انا فعلا كنت عايزه اسافر. انت مش متخيل المود اللي انا كنت فيه. كنت مخنوقه ومحتاجه اتكلم، بس كلامي معاك طلعني من المود اللي انا كنت فيه، ودي حاجه تبسطني أوي. مشكلتي ان انا عمري ما اخترت، دايما في حد هو اللي بيختار، عشان هو اللي بيفهم واكبر مني، هو اللي بيحب مصلحتي وبيحبني. كل اللي مطلوب مني ان انا اسمع واقول حاضر. ده باباكي؟ لا، ماما الله يرحمها كان كل همها ان انا ابقى احسن من مريم، عشان هي اللي فضلت هنا مع بابا وانا اللي سافرت معاها بعد ما انفصل. انت عايزه تقعدي هنا طبعا، لما قلت لهمش ليه؟ عشان كان عندي 4 سنين بس ساعتها، مش قلت لك عمري ما عرفت اقرر من اول اسمي لحد ما رجعنا مصر من امريكا. والمره الوحيده اللي قررت اختار فيها فشلت. ما اسموش فشل. مش كل واحد اتجوز وانفصل يبقى فشل، وإلا أنا كمان أبقى فشلت. بس أنا اللي أعرفه إنك رجعت لمراتك. مش مظبوط، مش مظبوط وحياتي. معلومات غير صحيحة. الحكاية ابتدت بدكتور سنان وموظفة في السفارة اللبنانية هنا في مصر. سنتها وجعتها وراحت للدكتور، وبعد كام مقابلة راحوا عند المأذون. قصدك الشهر العقاري لأنها مش مصرية؟ أنا ساعتها ما كنتش لسه اتولدت عشان أعرف التفاصيل دي. المهم إنهم اتجوزوا وجابوا توينز، ملك ومريم. وبعد فترة ماما جالها ترقية بس في أمريكا. طبعا الدكتور ما ينفعش يسيب العياده ويسافر، ومشاكل بقى وحوارات وخناق انتهت بالطلاق. وباغرب اتفاق ممكن تسمع عنه، هو اخذ بنت وهي اخذت البنت الثانيه، يتقابلوا بقى في الاجازات. ما تفهمش على ايه كل واحد فيهم اختار البنت اللي هتعيش معاه. يمكن عملوا قرعه، يمكن اختي عشان شقيه شويه ماما سابتها وخدتني انا، ما اعرفش. كل اللي عرفه اني فجأة لقيت نفسي بعيدة عن مريم. واللي فاكراه كويس قوي وعمري ما هنساه، دموعنا واحنا بنسلم على بعض قبل ما اسيبها واسافر مع ماما. وبعد سفرنا بقى دخلنا في دوامة انك لازم تكوني الاحسن. ماما كان جواها تحدي انها تثبت لبابا بأي شكل انه هيفشل من غيرها، وانه كان غلطان لما سافرش معاها وطلقها، وانه طبعا مستحيل هيعرف يربي مريم زي ما هي هتربيني. والتحدي ده جه فوق دماغي، بقيت عامله زي عروسه الماريونات اللي بيمشوها بخيط وما تعرفش تقول لا. البسي ده حاضر، كلي ده حاضر، اتعلمي ده حاضر، العربي بتاعك لازم يكون احسن من مريم حاضر، ما ينفعش مريم تتريق عليكي عشان ما بتعرفيش تنطقي مصري صح حاضر، وعتولي ان انا اتجوزت لما تروحي مصر حاضر، وعتولي اني خلفت حاضر يا ماما. فضلت اقول حاضر حاضر لغايه ما في الاخر اتخنقت وقلت خلاص انا لازم اختار. بعد كل ده وانت كنت عايشه في امريكا ولا في اسيوط؟ والله هو ده اللي حصل، امريكا بس مع ام غريبه. بنتي متاكده ان مامتك مش من اسيوط؟ سكري خشمك.
دماغ انت برضو مش سهل. انت عارف ان انا بخاف اقول الكلام ده لحد. ليه؟ بخاف من الحسد؟ لا، هيقولوا عليا مجنون. طب انت اهو بتقول قدام، انا ممكن اقول عليك مجنون. لو كنت شكيت لحظه انك هتقولي عليا كده ما كنتش قلت لك. يا عم الصفه دي جايبها منين؟ اللي عرفته عنك. عني؟ ايه اللي انت عرفته عني؟ من مين؟ منك انت. انا سالتك انت عن نفسك وانت اللي جاوبتي. امتى وازاي؟ امتى وازاي؟ اقولك، ما بعتلك ايميل رسمي قلتلك فيه لازم تعرضي كل الافكار على الناس بتوعي قبل ما تنفذي، وانت عملتي كده فعلا، ما استغلتيش المساحه اللي بيني وبينك. لما رفضتي كامبين ب10 مليون جنيه زياده عن الكامبين بتاعتي، لما قفلت السكه في وش واحد عرض عليكي ملايين لمجرد انه عايز يتغدى ويتعشى معك. هو انت عرفت الكلام ده منين؟ هو انت بتختبرني؟ تكونش انت اللي بعت الناس دي عشان نديم؟ ليه؟ كان لازم اعمل كده. بتختبرني انا يا نديم؟ عايز اشيل كل الماسكات قدامك، لازم اعرفك. طب وانا ما عملتش زيك ليه؟ ليه سبت نفس الاحساس من غير اي ماسك؟ انت مش في مكاني، وعمرك ما هتمر باللي انا مريت بيه. عارف اللي عملته ده معناه ايه؟ معناه اني عايز اتكلم وعايزك تهدي وتسمعيني. تتكلم واسمعك، بس متردد وخايف. قبل كده كنت متردد، دلوقتي عايز اقول لك كل حاجه. انت بالذات ليه ما تسالنيش؟ لان ما عنديش الاجابه. انا بقى عندي الاجابه. حضرتك لسه خارج من ازمه بعد انفصالك عن المدام، ولقيت قدامك واحدة تعاطفت معها عشان. مش صحيح الكلام. عشان ايه؟ عشان بنتها عيانة، وهو ده اللي حصل. لا، مش هو ده اللي حصل. معلش، انا لازم امشي. مالك. لو سمحتي اهدي وخليني اقول لك كل اللي انا حاسه ناحيتك. لو ليا خاطر عندك بلاش. ليه؟ انا عطلتك كتير، كفاية كده. مش أنا الدواء اللي هتنسى بيه اللي حصل لك. وحياتك ما هيطلع عليه صبح يا خوفي. لا الحقوه، تبقى وقعت يا قطه ومحدش سمع عليك، ويبقى لبسنا كلنا في حته سد. يلحقوا مين يهبل انت؟ ده هي ديتها شوكه واحده، هياكلها من هنا ويتكون من هنا. طب افرض انه ما اكلش او رمى الاكل ده في الزباله؟ وافرض ليه حاجه زي دي وهو قاعد لوحده؟ وبعدين ده انا جايبه له الاكل اللي هو بيموت فيه، وان شاء الله هيموت بيه، ومن الريستوران اللي هو بياكل منه وهو مغمض عينيه. هو مغمض عينيه؟ انا مش مطمن. ليه يا ابني؟ ما احنا ماشيين صح اهو، الاوردر وطلبناه وباسم زفتة الطين أميرة، والراجل بتاعك واستلم وجابه لنا وبنظبطه، خايف من ايه بقى؟ انا مش خايف، انا بس بحط افتراضات. افرضي ان هو قبل ما ياكل كلم أميرة وسألها. يسأل مين؟ يا ابني دي حاجة معتادة، عملناها 100,000 مرة وانا مسافرة. مش عارف، يمكن عشان حوارات السم دي ماليش فيها. ومالكش فيها ليه بقى يا حبيبي؟ يعني شايفها بتاعت حريم، عايزه حد ايدي ناعمه زيك كده، وانت عارفاني انا بحب اجيب من الاخر واخلص على طول. طب ما انت يا مخلصاتي اللي قلت ان ده مش هينفع معاه. ما هو صعب، حد يعرف يصطاد نديم باشا ده لوحده؟ ده ابن لذينه رافع كتاف على الكل، ما بيخطيش خطوه غير بحساب. ده غير بقى ان الدنيا هتقوم ومش هتقعد غير لما يعرفوا مين اللي قتل، ويجيبوا كمان السلاح اللي اتضرب بيه. انما كده في الشياكه، الاوردر وطلبناه من المطعم الفلاني وباسم سكرتيرته، يعني التحقيق رايح في اتجاه تاني خالص. ده لو بقى في تحقيق اصلا، مش يمكن يقولوا قضاء وقدر ونخلص. في الحالتين انت لازم تظهري بعديها بكام ساعه؟ طبعا
اول ما عرفت الخبر ركبت اول طياره وجيت على طول، وانت طبعا هتكون وصلتني المطار عشان لما اميره تبعت لي سواق الشركه يجي يلاقيني ضربه طقم اسود وهتك يا عياط، وازاي ده حصل وعايزه حق جوزي والمطعم ده لازم يتقفل وكلها اسبوعين ثلاثه والقضيه تتحفظ ونعيش حياتنا. يا بنتي ليه؟ ربنا يستر. هي بقى اصابت اتنين عمر هتصيب. المهم بس الواد اللي بيعمل فيها بتاع الدليفري وهو بيسلم الاكل سيد بتاع الامن. لا ما تقلقيش، انا مختار واد فرازه. اهو الواد الفرازه ده هو الخيط الوحيد اللي ممكن يوقعنا، خليك ذكي واقطعه. ادري هو المكنه اللي معاه بعد ما يخلص المشوار. ايه المكنه دي؟ مكن موتوسيكل يعني. طب خليه يسرع قبل ما الباشا يروح وينام من غير عشا. ما تقلقيش يا رشا، مفيش حد بينام من غير عشا. نديم بيه. اي يا سيد. دليفر لسيادتك. انا ما طلبتش دليفر. مدام اميره اللي طلبت يا فندم. اميره نصر. تمام سعادتك. تعال. اهلا اهلا روح باطي قلبي باطي مشتيون حبيبي. ازيك يا مفيد؟ تاكله معايا بقى. يعني انت مش هحططني مجرجرني في نص ليالي علشان تشوف بنتك؟ مش قلت هتبعتها مع السواق؟ ايه اللي جابك؟ اللي جابني؟ هي بقت كده؟ ماشي. على العموم انا جيت عشان قلقت لما سمعت صوتك يا مفيد. والله انت وحشني ومحتاج اتكلم معاك. تعالى يا اخو اقعد بقى. لوجي لوجي حبيبتي، بابي لسه بياكل اهو، اسبقيه علشان تفتح نفسه على الاكل، وهكلم انا هو ويجيلك على طول. I love you so much. قبل ما نتكلم في اي حاجه ليك عندي خبر يفرح. الدكتور كلمك من فرنسا؟ هو انت مفيش في دماغك غير ملك وبس؟ والله لو تعرف اللي في دماغي تترعب. ما انت مشكلتك انك مركز هنا وسايب هنا خالص. مين اللي قال كده؟ اللي انا شايفه قدامي. مش حقيقي طبعا. يعني انت مش بعت تجيب لوجي علشان تمهد لها؟ امهد لها يا مفيد؟ هو لسه في حاجه حصلت؟ طب خد بالك بقى، البنت هتتجنن على مامتها من ساعه المسجات اللي بتجيلها من هولندا. قول لي وانت بتعمل الحكايه دي ازاي؟ هتخلص قريب الحكايه دي على امه. لا فهمني ناوي على ايه؟ قول بس الخبر الحلو اللي عندك. لا ما تاكلنيش في الكلام مجاوب. ناوي على ايه يا نديم؟ سكوتك ما يطمنش. في ايه يا نديم؟ طالع فجأة حواليا شوية صراصير لازم ادوسهم بالجزمة. لا 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 لا، بالراحة بقى كده بهدوء علشان تفهمني واحدة واحدة. هقول لك يا مفيد، عالم ولاد الكلب اللي لحم كتافهم من خيري وسخيتهم بتزيد معايا مش بتقل. طب وايه الجديد في ده؟ ما انت راجل شغال في السوق والمفروض انك فاهم كل اللي بيحصل حواليك. بابي جايلك يا روحي.
حبي. لوجي لوجي قول لسيد دي حتى العربية من فيه بسرعة. العربية يا سيد العربية. ايه يا مفيد؟ ما تقلقش يا نديم هذا اللي زي الفل يا حبيبي هذا اللي زي الفل. خير خير ان شاء الله. تقلقش يا نديم. نديم أرجوك أرجوك يا نديم. أكيد الأكل. هيا دكتور ده مش فود بويزنينج. أكل ده السيانيد اللي اتحط في الأكل. أنا كنت شاكك في كده كنت شاكك في كده. قومي يا حبيبتي قومي يا روح قومي يا روح قومي يا روح قومي يا روح قومي يا دوب تبقى ان ربنا بعت لي بنت جميله زيك تروح انت ماشيه قومي يا روح قومي قومي يا روح Oh,
ما تشوف لنا ايه الاخبار بقى؟ اخاف ابعت حد من رجالتي اتلقيت هناك. انت لازم تبعت حد يعني؟ امال يعني اعمل نفسي من بنا واروح له؟ اظن عادي. لا هو اللي مش عادي ان اروح له البيت في ساعه زي دي. طب ما تكلمه يمكن يرد عليك من جهنم ويقول لك استنى يا قط بتعذب شويه. اه وماله؟ اكلمه عشان تبقى نمرتي اخر رقم على موبايله وابقى اول واحد يستفتحه بالنيابه. جميل والله يا رشا. ده انت طلعت بتفهم اهو. انا فاهم الدنيا فيها ايه، وعشان بفهم انا لازم نتكني هنا لحد ما الخبر يجي لنا لوحده. مش قادره هموت واعرف ايه اللي حصل، وطفح ولا اتنايل نام من غير عشاء. هقولك على حاجه، انت اتكلم سيد قول له بقولك يا سيد هو الباشا فين؟ عمال اكلمه ما بيردش على موبايله، ادخل شوفهولي عشان انا عايزه في حاجه مهمه. اه فسيد بقى يدخل على نديم باشا يلاقيه مرمي جنب الاكل، واول ما وكيل النيابه يساله يقول له يا باشا والله العظيم انا دخلت اطمن على الباشا، اصل عماد القط كان بيتصل بيه ما بيردش عليه، ويجي يشوفوا موبايل الباشا ما يلاقوش نمرتي، اروح انا بقى في 60 داعيه. ده انت طلعت بتفهم بجد. ما تحترمي الشقاوه يا رشا، الصبر حلو، وعشان كده احنا نفضل هنا لحد ما الخبر يجي لنا لوحده. طب يلا بقى عايزين نحتفل. شيرز يا بيبي. حبيبي. لوجي مين؟ بنتك. يو يا عماد انت تقيل قوي. لوجي عند عمها، ايه اللي هيوديها هناك اصلا؟ قدرها. شوف برضو يا ابني انا ما بحبش حد يهزر معايا وانا لسه صاحي من النوم. اجري اجري اعمل لي كوبايه نسكافيه عشان افوق لهزارك الغبي ده على الصبح. وبعدين انت بتستعبط سايبني طول اليوم نايمه عشان تيجي تصحيني وترخم عليا؟ قول انك بتستعبط وخايف تصدمني وتقول ان نديم ما ماتش. يا ولع ما ماتش النهارده هيموت بكره، لكن ليه تدخل لوجي في حاجه زي دي؟ ليه تبشر عليها؟ دي مهما كان بنتي هي صحيح في سن رخم ما بحبوش، لكن مسيري فيهم. انت ساكت ليه؟ انت قول انك بتستعبط اهو الكذب باين في عينيك. يا بحلم وين يا بنتي؟ بتكذب عليا ليه؟ عملت لك ايه انا عشان تكذب عليا وتطول على بنتي؟ عشان تكذب عليا اهدي اهدي يا رشا. عشان ايه؟ عشان اصدق كذبك؟ وبعدين ايه رشا دي؟ انت نسيت نفسك؟ انت صدقت اني بموت فيك؟ تبقى اهبل. من هنا ورايح اسمي مدام رشا او رشا هانم. يا حيوان مش قادر امشي اطلع بره. وانا هسيبك عشان تهدي. امشي اطلع بره يا حيوان بره. Thank you.
سامحيني لاني ما قدرتش احافظ عليك، بس وحياه كل حاجه حلوه ما عملتها لكيش لاخد لك حقك. اللي عمل كده هجيبه وهياخد جزاء وحياتك. عارف اني هلاقيك هنا؟ مين قالك؟ رحت لك البيت وما لقيتكش، قلت هيكون فين غير هنا. شفتي؟ انا عارفه الوضع اللي جواك عامل ازاي يا نادي، بس انت مالكش ذنب، ده قضاء ربنا. احنا ما نختارش مصيرنا ولا مصير الناس اللي بنحبها. يعني كان في ايدك حاجه ما عملتهاش. انا ما عملتش اللي عليا، ما عملتوش. فين لما خدت بالي ان ربنا اداني بنت جميله كده؟ حمار بابا، حمار قاعد ابني لك في بكره واجمع لك في الصاروخ. طب قيمتها ايه بقى الثروة دي دلوقتي؟ ارجع عندي وطز في 100 ثروة. أنا ما استاهلهاش. مش قاسي على نفسك. طول عمري هفضل عايش بذنبها. أنا اللي قلت له هاتها يا مفيد، البنت وحشاني. هاتها يا مفيد، عايز أخدها في حضني. مش عارف انها تبقى اخر مره، انها جايه عشان تموت. نديم، انا حاسه بيك، ويمكن اكون اكتر واحده حاسه بيك. ما فيهاش حاجه لما اطلع اللي جواك قدامي. احتفلوا بيكي.
بتتكلم بجد؟ تتجوزيني؟ انت مجنون. Someday, when I'm awfully low, when the world is cold, I will feel a glow just thinking of you and the way. انت ازاي ما تقوليش؟ انا نديم يعمل فيا كده؟ يا علي بلاش جنان. انا همشي. بقولي بلاش جنان، هو كان عايز يعمل لها مفاجأة، ايه المشكلة في كده؟ انا مش عارفة اتنفس، انا مش هقعد. بقولك هو مركز معاكي قوي دلوقتي. نديم عمره ما ركز معايا. مش صدق اللي فيه حصل. من دلوقتي انت تحلمي وانا احقق لك احلامك. انا فعلا حاسه اني بحلم. احلم with each word your tenderness grows tearing my fear apart. Look, tonight with each word your tenderness grows tearing my fear apart. And that laugh that wrinkles your nose touches my foolish heart. Never, never change. Keep that breathless charm. Won't you please arrange it? 'Cause I love you just the way you look.
ملك ألف مبروك. طارق، المفاجأة دي ربنا يبارك فيك وعقبالك. إن شاء الله. أعرفك ابن عمي طارق. أهلا وسهلا. ألف مبروك يا فندم. الله يبارك فيك. حلوة أوي المفاجأة دي. ميرسي، أنت منور. ميرسي، ثانك يو. مساء الخير. بعد إذنكم. ذوقك حلو قوي في كل حاجة. أنا ذوقي حلو عشان اخترتك. مش شايف إنك استعجلت. أنا اتأخرت. بس أنا في حاجات كتير متعرفهاش عني، كان نفسي أحكيها لك عشان مبقاش خبيت عليك حاجة. أنا ما يهمنيش اللي فات، اللي يهمني اللي جاي. متفق ان احنا بنبتدي النهارده؟ صباح الفل. الدلع ده كله من هنا ورايح دلع. فطار في السرير، وغدا في السرير، والعشاء كمان في السرير. لا بقول لك انا مش متعود على الدلع ده. متعود بقى. صباح القشطه. صباح النور. مش متعود على الدلع ده على فكره. متعود؟ ردتش على تليفونك ليه؟ أنا يبقى معايا الحلاوة دي وأرد على تليفوني؟ يمكن حاجة مهمة. مفيش أهم من كده. بس أنا بحب القهوة الصبح. French coffee is being made. I like French coffee. Kisses. Actually, French kisses comes first. خبر الوقت اتأخر. طيب، متأخر. واحنا مش هننزل تحت ولا ايه؟ ناقص تقولي نروح الشغل كمان. لا، النهارده شغل لا. ممكن بكرة. يا سلام. حاجات مهمة في البيت ما حدش هيعرف يجيبها غيري. بعد كم يوم، بعد كم شهر، بعد كم سنة، لما تحتاجيها نبعت مريم تجي. شكلك كده مش عايز تخرج من الأوضة خالص. أنا مش هخرج من الأوضة النهاردة. الركن ده اللي احنا فيه ده مش هخرج منه خالص.
أنا لو خرجت من هنا هكون بتهمة إني مجنون. بس أنت مجنون. بعد امبارح اكتشفت إنك مجنون رسمي. أنا مجنون بيك. وأنا مجنونة بيك. يا ريتني قابلتك من بدري. وتقولي له اخرج من الاوضه، انا مش هغادر المكان. فرح، عارفه لو ما كانتش الظروف اللي حصلت لي كنت عملت لك فرح كبير جدا. هو اللي حصل امبارح ده مش فرح، ده احلى من الفرح. فستان احمر وطرحه بيضا. وبعدين الفرح مش مهم، المهم مين العريس ومين اللي كانت جوه الفستان الاحمر. صحيح، بس انا برضه كان ممكن اعمل حاجه اجن من كده. كفايه جنان، كفايه جنان. انت لسه شفتي حاجه؟ انا شايف انك خلصتي فطار. بس كفايه فطار بقى. بعدين انا رانا الحياه بتصعب عليا، ما ينفعش نسيبها وحيده كده، لازم نجيب لها اخ بسرعه. امال شبشب ازاي؟ لا لازم تلبسي حاجة. هنغير وننزلك. مين اللي وحش مامي قوي؟ مين؟ مامي يا حبيبتي كنت هقعد واشوفك. كمان وحشتيني قوي قوي قوي. مبروك. ربنا يبارك في حبيبي. ايش كنت تقولي؟ حبيبتي والله ان انا كمان ما كنتش اعرف. مبروك يا روحي. ميرسي يا حبيبتي. سعدو، هاي، هاو ار يو؟ كويس. ربنا يبارك فيكي يا استاذ جمال. ما قلتليش بعمل اللي قالك. انا اللي قلت لك وفرحت قوي قوي لما عرفت. فانت كنت عارفه كل حاجه هتحصل امبارح وما قلتليش؟ لا انا اتفاجئت اول لما جيت. انا اصل طلب مني ولا اتصل بيكي ولا اقول لك على اي حاجه. دي كانت اوامر نديم بيه. مفاتيح الفيلا. ده الفيلا دي هتوحشني قوي. انا كمان انت هتوحشني قوي. يا روحي انت استني شوف اوضتك الجديده. اهلا 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 اوبا. وحشتني وحشتني وحشتني. ازيك يا جمال؟ ازيك يا نهى؟ الله يبارك فيكم. ازيك يا انكل نديم؟ انكل ايه بقى؟ لا انا اسمي نديم بس بالكتير بابا نديم. اوكي تيجي نروح نتفرج على اوضتك؟ ممكن نتفرج على اوضتها؟ ممكن نتفرج على اوضتها. يلا تعالي. نديم بيه. ايوه جمال. لحظه كنت عايز. لا انا مش عايز يا جمال، قول لها ما تكلمنيش مش هرد عليها. اعملوا بقى حاجه لوحدكم يا اخي. بقول هعمل كل حاجه بنفسي. ايه ده؟ ده مش معقوله ابدا، دي حاجه مش معقوله. مش معقول كده. 6000 واحد ولازم انا اقعد اشتغل انا؟ مش عارف. عايز اجازه بقى.
انت عارفه اوضتك دي اول اوضه ست بتاعت في البيت. ميرسي. اوكي انا عايزاكي في موضوع. بتنتهي حكايتك بالظبط. قولي لي بقى رامي، رجعي بقى وخلصيني بجد. ده انت كانت الفرحه تنط من وشك لما طردت اللي بس بس حصل. مش وقت دلوقتي، انت عروسه. عروسه برضو؟ ماشي يا سنجل. ايه رايك؟ شفت السرير معمول ازاي؟ على شكل مركب بالظبط. حلوة؟ ميرسي قوي انكل نادين. انكل تاني؟ احنا قلنا ايه بقى؟ ماشي يا بابا نادين. صح كده، صح. يا ستي وده بيتك. حلو قوي. واي حاجه تعوزيها تقوليها لي على طول، تقوليها لي ما تقوليهاش لماما. ماشي. انا اعمل لك الحاجات في ثانيه كده.
قلت لك هكسبي. هكسبي ايه؟ انا اللي هكسب قلت لك. لا بقى لا، ايه جول ده؟ انت ايه انت بتكذبي؟ فين ده؟ اهو قدامك. لا لا ده مش جول. لا ده جول بتاعي. ده جول مامي. انا انا ريال مدريد. نعم انا ريال مدريد، انت بارشا. لا ايه روحي نمت؟ نمت بعد ما سألتني 100 سؤال. افرضي يا ماما ان الدكتور قال لازم اقعد هناك مده طويله، افرضي يا ماما ان العلاج ما جابش نتيجه، افرضي يا ماما اني مش هخف. يا حبيبتي ما تسبقيش الاحداث، توتريش نفسك وتوتريني، ان شاء الله هتخفي. بس بتكلم مين؟ طبيعي يا روحي، طفله وخايفه من اللي بتسمعه. البنت دي شافت كتير يا نديم. معلش بكره تبقى زي الفل ان شاء الله. مشكله كمان انه مريم
مريم مش هينفع تسافر معانا. ليه؟ عندها ميعاد مع الدكتور بتاعها هنا، وكمان مانع عليها تطلع في الطيارة عشان بيأثر على عقدانها حاجات كده طبية ما فهمش فيها. أنا ممكن في 24 ساعة أجهز لها طيارة خاصة مجهزة من كله. لا وعلي، خليها تتابع مع الدكتور بتاعها هنا، لو ما جابش نتيجة يبقى نسفرها. وكمان ممكن أنا هناك أسألها على دكتور خاص. اللي انت عايزاه، بس تعرفي ان الاوبشن ده موجود. ايه الجورناندا؟ الجورناندا لما تشوفها هتعرف ان وشي حلو عليك. انت وشك حلو عليا من اول يوم شفتك فيه. طبعا. اتفضل يا سيدي. هتبقى وزير. وزير مرة واحدة؟ طب وانت عايزاني ابقى وزير؟ طبعا. ليه؟ عشان أنا أبقى مسس فخري مرات الوزير. مش عايز تدخل التاريخ؟ أهو ده بدخلك تاريخ مصر على الأقل. بس الوزراء يا روحي دلوقتي ما بيخشوش التاريخ، دول بيخشوا طرق. إيه ده بجد؟ يا عيني. بص يا ستي، لحد دلوقتي الموضوع ده خبر، لكن لو كلموني في التليفون فعلا يبقى حقيقة، ولو كلموني هرفض. ترفض تبقى وزير؟ ليه؟ أقولك. ترضي يا روحي جوزك حبيبك نديم فخري يبقى وزير، وبعدين يجي واحد من بتوع مجلس الشعب اللي ناجحين بفلوسهم يعملوا له استجواب، فيقف في مجلس الشعب يسألوه وهو يجاوب. عارفة يا روحي، أنا عشان أقابل رئيس الوزراء أكلمه بس في التليفون، وأبقى أنا قاعد عنده جوه والوزراء بتوعه قاعدين بره مستنيني أنا أخلص. أبقى وزير ليه؟ عارفة. ناقصني ولا حاجة؟ مش كده برضه؟ أوي كده. أه بس نفسي بس أدخل جوه الدماغ دي وأشوف إيه اللي بيحصل جوه، تركيبة إزاي دي من جوه. نفسي. تعرف حقيقي؟ طب اقفل الباب وتعالي وانا اقول لك. الباب؟ مين يعني اللي هيفتح علينا؟ معلش مش عايز حد يسمع. ماشي. ده ايه ده؟ ايه ده؟ وده وقته؟ اوعى كده. ده هو ده وقته. لا سفر بس. اوعى. سفر ايه يا راجل؟ انت عارفه ده بقى اهم من الوزاره. هو ايه ده؟ هو ده اهم من كل الوزارات اللي بتتنقل. نسيخه بلا وزاره بلا نيل. يا روحي كل حاجه تبقى كويس. يا نعم don't worry at all. باي باي يا روحي. باي باي يا روحي. يا روح بابا نديم. باي 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 باي. تروحي وترجعي بالسلامه. يا ريت، عشان انا زهقت من المستشفيات والحقن والادويه، عايز ارجع زي زمان واروح المدرسه. هنروح المدرسه وهنعمل كل حاجه حلوه ان شاء الله. يلا تاخدي بالك من مامي. اطلع يا حبيبتي. هتوحشيني.
تكلميني اول ما توصلي، تصحيني ان شاء الله الفجر. خد بالك من نفسك. انت تاخدي بالك من نفسك. أكيد ما تقلقيش. بس يا حبيبي أحبك. وحشني. تيجي باي باي. كله تمام؟ محتاجة حاجة؟ عايزاني؟ خير؟ سر؟ مش عايز حد يعرف؟ طب اتفضلي. اتفضلي. احكي لي يا ست السر. اوعدك بايه؟ مش عايز زمالك تعرف؟ تفضل. أنا هقف جنبك أكيد، بس احكي لي الحكاية. ليه مالك ما قالتليش حاجة زي دي؟ ليه تخاف انت؟ ما عملتيش حاجة غلط، انت متجوزة. طيب مش هقول لك. اساعدك طبعا. مش انت سمعتيني بكلم أميرة تكلمه عشان يجي للمكتب؟ طيب اوكي هطلقك. كل المعلومات اللي طلبتها عنه جت لي. طمني. اوكي؟ مستر نديم. خالد بيه. ميرسي يا أميرة. اقعد يا خلودة. ازيك يا نديم بيه؟ ازيك؟ واحد اهو من دول. أنا مبسوط يعني بصراحة إن أنا قابلت حضرتك يعني قبل ما أسافر، أنت عارف الواحد بقى عنده مشاغل كتير جدا الفترة دي. أنت مسافر عند عمتك في الزقازيق ولا إيه؟ عمتي؟ عمتي مين؟
عمتك عيشة، أخت عمك حسن الليسي محتكر المقاولات في الشرقية، أخت أبوك عبد اللطيف الليسي بتاع السيراميك. واضح إنهم لابستيني من أول يوم. فندم؟ لا مفيش حاجة. إيه؟ أنت ابن عبد اللطيف ولا لا؟ أو حضرتك تعرفه؟ أعرفه طبعًا وأعرف مراته كمان. أوعى تكون ابن عفاف. لا عفاف لا. لا عفاف دي تبقى مرات أبويا، يعني أمي توفت وأنا صغير وبعدين هو اتجوز عفاف على طول. الله يرحمها، كانت ست عظيمة، لو كانت عايشة كانت حاجات كتير في حياتك اتغيرت. طبعًا. طيب أنا أصل عارف مواعيد ضيقة، فالواحد لازم يلحق يعني يمشي وبعدين. اقعد احنا لسه ما كملناش. لسه ما كملناش. بس هنقول ايه؟ يعني احنا هنقول ايه لو يعني واضح حضرتك عارف كل حاجة، حضرتك بتقول لي عمتي وعفاف والشرقية والسيراميك، فيعني واضح حضرتك عارف كل حاجة. هو أنت دمك خفيف، وأكيد ده اللي حبب مريم فيك. مريم الورقة اللي قدامك دي فيها عنوان المأذون، هتروح له وهو مرتب كل حاجة، فاضل امضتك بس. امضتي؟ هتطلق مريم. طب احس ان الموضوع كده بقى، حضرتك بيزنس مان وعارف ان الحاجات دي ما تتمش الا بتمن. انا اعتبر نفسي ما سمعتش حاجه، عشان انا لو سمعت اي حاجه من الكلام اللي انت بتقوله ده يبقى لازم ارد، وانا لما ارد برد من غير كلام. طبعاً إذنك. على فكرة أنت عندك حق، كل حاجة بتمن، طلاقها قصاد حياتك، وأعتقد إن ده تمن غالي. أستاذة أميرة، أنا بكلمك الفترة الجاية كتير، يعني في مصلحة كده عايزك فيها، تعمل فيها فلوس فلوس. يلا بكلمك بعدين. عبيط ده ولا إيه؟ مش معقول مش معقول. اهلا. ايه رايك في المفاجاه دي؟ دي احلى مفاجاه في الدنيا. وحشتيني. وانت وحشتيني موت يا حبيبي. ليه ما قلتليش اجي اخدك من المطار؟ قلت اجيلك على غفله اشوف بتعمل ايه من ورايا. اعمل ايه يعني؟ قاعد بفكر فيكي. وايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ فغيب. طبعا. اهلا يا روح. وحشتي بابا. طفي انا عمرك مفاجأة. ايه بقى؟ انا خفيت يا روح قلبي. مبروك بجد يا نديل. الحمد لله كل التحاليل طلعت نيجاتيف. حبيبي خف بعد رحلة عذاب. يعني الكيموثيرابي اللي كان هنا عمل مفعول. كل الدكاترة قالوا كده. يا روح قلبي مبروك يا روحي. مبروك يا روحي. ده انتوا جايبين اخبار حلوة بشاك. لازم نحتفل بقى. لازم نحتفل. طبعا لازم نحتفل. دي رنا. تعالي يا حبيبتي. اكيد اوضتك وحشاكي قوي فوق صح؟ تبقي لازم انا على فوق. انا هحصلك. اوكي. ملوكه رنا خفت بجد؟ والله خفت. الدكتور قال لي انه نسبه شفاها 90%. بعد رحله العذاب دي الحمد لله. الحمد لله. أنا اتخضيت لما قلت لها اطلعي أوضتك. أنا ما كنتش عايزة أقول لك قدامها إن أنا كلمت باباها وبلغته. طب كويس. وكمان هو طلب إنها تقعد عنده كام يوم. بس أنا ما حبيتش أقول له أو لا إلا ما أسألك الأول. عمال يا روحي تروحي طبعا. بابا أصل أنا ما بحبش أخد قرار في حياتي أو في حياة بنتي من غير ما أرجع لك. أنا بجد بحبك. وأنا بموت فيك. ايه الحلاوه دي؟ انا كنت وحشك للدرجه دي جدا.
كنت وحشني جدا. انا بحبك قوي يا نديم، مجنونه بيك. بشوف ايد مريم. طمنيني عليها. صدق هي بتقول ايه؟ حاجة غريبة، عايزاني ابعت لها فلوس على بيروت. مو ماله، ابعت لها. انتي عارفة نعمل ايه كمان؟ خلاص اللي ورانا ونطلع بيروت نعمل شهر عسل جديد. ايه ده بجد؟ ورانا ايه؟ تاني؟ ونرجع بيها واحنا راجعين. بس انا معرفش هي عملت كده ليه. انا كمان فوجئت. مجنونة اختي، وانا اكتر واحدة عارفاها. بس طيب وبتحبك. قصدي يعني قالت لي انها بتحبك زي اخوها، عشان كده حكيت لك على موضوع الليسي اللي انا كنت مخبيها عليك. اقول لك ايه يا روحي، ما تبيش تخبي عليا حاجة تانية. هو انت اديتني فرصة حبيبي؟ انت خطفتني خطف. وبعدين ما انت كمان تلاقيك عندك حاجات كتير انا ما اعرفهاش، يعني اكيد مخبي عليا حاجة. هقولها لك كلها، هحكي لك واسمعك، بس بعدين. دلوقتي لا وقت للكلام. هتعملي ايه يا انسه نوى؟ الحقيقه انا مش عارفه حضرتك ليه اللي عايزني انا اللي بلغها. ما هو انا لو بلغتها انا هتتعصب عليا ومش هتسمع بقيه كلامي. اللي هو ان لسه في استئناف، وان الحكم ده مش اخر الدنيا، بس ان شاء الله نلحق نعمل الاستئناف بسرعه قبل ما عمها ياخد صوره الحكم دي ويرفع بيها قضيه التزوير. طب انا ممكن اكلمها لك وحضرتك اللي تقول لها الكلام ده؟ يا انسه نوى افهمي، انا قصدي يعني وانت قاعده معاها كده في ساعه روقان ممكن تسرسبي لها المعلومة، تقولي لها الخبر من غير ما تحس يعني. ويا سلام بقى، يا سلام كمان لو أقنعتيها بالحل الودي. حكيم أنا عز الحلول الودية جدا. وبعدين بعد ما رحت لها المكتب وهددتها، نزلت من عندها ورحت القسم عملت محضر لأختها إنها كانت عايزة تقتل. يوميها بالليل فوجئت إن ملك جاي للبيت. إيه مش هتقولي اتفضلي؟ واضح يعني انك عرفت انك غلطانه ورجعتي نفسك، وعرفت انك مش هتقدري تسدي معايا. لا، من ناحيه هسد فانا اقدر اسد قدام 10 زيك، بس ليه نخسر بعض طالما قادرين نكسب من بعض؟ نكسب من بعض ازاي يعني؟ اشتري الخمسة مليون بتوعك بخمسة مليون تانيين. بعشر مليون؟ لا فاهمين. فاهمك. قعدت تكلمنا عن مستقبلي وانها ممكن تأمنهولي لو حطينا ايدينا في ايدين بعض، وان الحياة صعبة وما ينفعش اعيش فيها الا الاول. غسلت لي دماغي يعني، وكتبت لي شيك بمبلغ محترم. طبعا يا فندم انا ما خدتش بالي ان التاريخ اللي مكتوب في الشيء عمره ما هيجي، لانه كان مكتوب 31 فبراير. ضحكت عليا يعني يا فندم، ونومتني تنويم مغناطيسي، وبقت بتعاملني زي ما تقول كده على ان اهبل، اي حاجه تقولها لي اعملها. يعني على امل انها تدينا ال 10 مليون جنيه اللي وعدتني بيهم.
وقفت بعربيتي قدام بيت وليد. كان مفروض ان هتكلمه عشان ينزل لها، واول ما ينزل اقتله. ايوه يا وليد انزل لي، انا تحت مستنياك. بعدها بيوم رحت لها الشركة. بليسي ازيك؟ ويلكم. ايه ده، انت هتصاحبني ولا ايه يا ابني؟ انت ايه لسه دي؟ انا اصحابي بس القريبين هم اللي يقولوا لي يا لسه، لغير انت تقول لي يا خالد، استاذ خالد. حسين هبل ولا ايه؟ حاسب يا ابني. هاي ازيك؟ اهلا. اظن المرة دي بقى انها موجودة وفي بيني وبينها ميعاد. تمام. طب ثواني بس قبل ما تشرب قهوتك اشوفها خلاص تليفونها ولا لا. هو المقابله اللي بيني وبينها اكيد اهم من المكالمه اللي هي بتتكلمها. روحي هاتي القهوه وتعالي ورا. طيب ماشي اتفضل. لا تعالي 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 تعالي، خدي الشنطه دي، خدي بس الشنطه دي، تروحي بيها لمدير الحسابات. ها قولي له الاستاذ خالد الليسي او خالد بيه الليسي جوه، خليه يحط فيها الفلوس، وبعدين فهميني هعدي وراه بقى. بقى ينقص 100 ينقص 200، حركات الزباله دي مش عليا. ها يلا. أنا مش فاهمة حاجة. مش لازم تفهمي، كلها ربع ساعة هتفهمي، بس بسرعة لأن مبلغ زي ده أنا ما أقدرش أحطه في البيت، يلا عشان أحل البنك، يلا. يلا. ملوكة. أه. أديني عملت اللي عليا أهو، أداني لعيب وأزح. برافو. أه. بقول لك إيه؟ أنا أديت الشنطة لإسماعيل اللي شغالة معاكي برة دي تديها لمدير الحسابات. إيه ده، جيسيكا باركر غيرت لون شعرها. أه؟ مين جيسيكا؟ شنطة ايه؟ شنطة ايه زي ازاي؟ الشنطة؟ لا بقول لك ايه؟ أنا قايل لك أنا لا بحب الشيكات ولا التحويلات، أه أنا اديتها الشنطة عشان مدير حسابات يحط لي فيها 10 أرانب، يعني عمال ما أشرب قهوة عشان ألحق البنك. أه الفلوس اللي أنت هتدفعه مش كده؟ أدفعهم إزاي؟ تدفع إيه؟ لا أدفعهم إيه؟ أنت اللي هتدفع، هو مين يدفع لمين؟ أنت هتدفع لنا. اسمع لك انت. قولي كده بقى، انا الموضوع برضو يعني فكرتي فيه. ايش واضح ان مريم يعني حكيت لك قد ايه كانت بتتبسط معايا وكده، عايزه تجربي الموضوع. ايش عنديش مانع، بس انا المواضيع دي ما بدفعش فيها فلوس. ها انا اصلا باخد في المواضيع دي فلوس، بس عشان كده يعني ممكن اديكي 5 بواكي، وعشان انت مالك هانم الجرحي ممكن اديك 10 بواك يعني ونخلص الموضوع وتبقى البنت واختها. طب اخلص اخلص حيوان. ليه الشتيمه دي؟ انا مش فاهم هو انت في ايه من اول ما دخلت انت دماغك موديك فيه؟ موديني تليفونك. ماله؟ ماله تليفوني؟ فين؟ في جيبي. بص كده على الواتساب اللي انا بعتهوله. ايه بعتلي على الواتساب يعني؟ فيديو كده هتشوفه. ومصعب دماغي دي، انا كنت شاكك والله، كنت شاكك من زمان في الموضوع ده. انت بعتلي فيديو على الواتساب؟ انا اللي كنت بفكر في كده. انت بس بقول لك ايه؟ هنتفرج ازاي هنا على الاثنين على حاجات زي دي؟ وبعدين يدخلوا علينا من بره يقول لك خالد بين ليسي ومالك هانم الجرح بفرجوا على فيديوهات ابيعها سوا. انت اتفرج عليه لوحدك، انا حافظاه. اتفرجت على فيديو كتير، عايز تديني خبره. بص على الفيديو اشوف انا بقى، بس انا عندي خبره في المواضيع دي كتير، اتفرج ليه؟ خبره زياده يعني. أشوف حاجات جديدة؟ إيش؟ أنا كجرح الفيديو، اتفرج بقى، اتفرج بقى على الفيديو.
ايه رايك بقى؟ رأي في ايه؟ في نفسك وانت بتقتل يا موز. انت كنت بتصوريني؟ اصل ما هنش عليها لحظه زي دي تعدي وما صورهاش. تحبي بقى ننزلها على يوتيوب ولا نقطعها ترانشات وننزلها على انستجرام؟ ولا اقول لك بلاش حرام، ما هنش عليا برضه ان اضيع مستقبلك. على فكره انا محتفظه بالفيديو ده، ولو عايز ممكن اديهولك، بس كله بتمن. مش قلت لك هتدفع؟ ايه هتفضل مزبهل كده كتير؟ يلا يا بابا، يلا يا حبيبي، وابقى خد الباب وانت ماشي، ووشك ده ما شوفوش تاني. عارف لو فتحت بقك ولا اتكلمت ولا شفت المنظر ده تاني، الفيديو ده هيروح للنيابة. يعني وش كده اعدام. معرفتش ليه خليتك تقتل وليد؟ بصراحة لا يا فندم. وانت ما سألتهاش؟ لا، انا في الوقت ده كان كل المهم بالنسبة لي ان انا اخد الفلوس، فما سألتهاش. جلال عايز ايه سي جلال ده؟ ما هو اصل في خبر مش ولا بد، كالعادة شبهه يعني، وصدرنا انا عشان اجي اقولهولك. في ايه يا نهى ما تتكلمي؟ خبر ايه ده اللي مش ولا بد؟ عمك. عمو فهمي؟ ماله ده؟ كسب القضية، واستاذ البشاير ده بيقول ان الموضوع مش هيتحل غير ودي ما بينك وما بينه. يعني انا طلعت فعلا مزوره امدة ابويا؟ مش مهم، بعدين ابقى الاقي حل للموضوع ده. ما هو اصل في حاجه تانية، بس بخصوص نديم. نديم ايه؟ نديم قعد مع عمك وانت مسافره، المفروض انه كان يعني صلح المشكله دي. مش فاهمه حاجه، مشكله ايه؟ نديم دفع لعمك كل الفلوس اللي كان عايزها منك يا ملك، ومقابل ده انه يسيب القضيه. اما هو ما سابهاش. ده امر ضبط واحضار لملك لطفي الجرح، عايزها تكون قصادي بكره الصبح هنا. امرك فندم. اتفضل. حلوا مشاكلكوا بعيد عني، مش كل حاجه تقولولي. ماله رامي؟ ايه اتقبض عليه ليه؟ بيشم. طيب ابعتي له جلال يشوف المصيبه دي. باي. المشاكل دي انا مش مصدقه. احنا قلنا ايه؟ مش قلنا لما تيجي المشاكل الصغيره نفتكر ايه؟ ايه شي ها علي عوض. مين علي عوض ده؟ حبيبي انا مش مركزه من كتر التعب، وبعدين كفايه المشاكل اللي عاملها لي عمي دي. لما هو جالك ما قلتليش ليه؟ ما فيهاش حاجة يا حبيبتي، أنا عايز أحللك المشكلة. لا فيها. فيها إنك ما رضيتش تلمحلي إن هو نصب وقبل منك فلوس. ما كنتش عايز تحرجني. ملك، ما بتسأليش ليه على رنا؟ مين اللي قال؟ ده أنا لسه قافلة معاه. قافلة معاه؟ ده انت ما تستحمليش تعيشي من غيره. طب ويا حبيبي عند حد غريب، مش ده بيت باباها؟ كمان بقيت بتحب السيجار من امتى؟ أنا بحب أي حاجة.
طيب. بتحبك. قصدي يعني قالت لي انها بتحبك زي اخوها، عشان كده حكيت لك على موضوع الليسي. الو، نحن هنا. اللي واخد عقلك انت؟ فيكي ايه متغير؟ فيكي حاجه مش مظبوطه. مفيش حاجه متغيره فيها يا حبيبي، انا زي ما انا. لا، ما انتي زي ما انت. ليه؟ انا هي مريم اللي انت تعرفها. مالك اللي هي تعرفها، اللي انت تعرفها بالظبط. انت مريم، انت مش ملك، انت مش ملك. انا مش ملك، انا مريم. مرحتيش بيروت؟ انت بتتكلمي؟ انا بتكلم. عارف من امتى؟ ساعة ما شفتك معاها وانتوا بتتجوزوا. الذي بيديك المصريات، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى: ولأني ما همش حد، خبيت صوتي وما قلتش لحد ان انا بتكلم. مين هيفرح لي؟ ولا حد. فين ملك؟ فين ملك؟ قتلتها. قتلتي اختك؟ واحدة نصابة ومجرمة، صيعوا فيها العبر، بس انت ما تعرفش. قتلتيها ازاي؟ ردي عليها. انا فعلا سافرت بيروت، كلمت طارق يجي لك ويقول لك ان انا سافرت، بس انا في الحقيقه رحت لها فرنسا. اتفاجئت بيا هناك، استغلت وجود رنا في المستشفى. بعت لها مسج، قلت لها مخنوقه عايزه اتكلم. فكرت مركب في السن واتخانقنا، زقتني، زقتها، وقعت في المية، وأنا عارفة إنه ملهاش في الهروب. قعدت تستنجد بيا وتقولي الحقيني، بس هي ما تستاهلش. سبتها وقعدت أتفرج عليها لغاية ما غرقت. رجعت الأوتيل
وخدت حاجتها، قصيت شعري زيها، عملت كل حاجة هي بتعملها، حتى التاتو عملته، برفع بتاعها كل حاجة، ورحت رنا المستشفى. مشكتش الحزن ان انا امها، ريحتي كانت ريحة امها، هدومي، طريقة كلامي، كل حاجة كانت هي. وخدتها وخدت باسبور ملك ورجعت هنا، ورجعت عشانك. انا بحبك يا ديم. بحبك ايه؟ انا عشقتك. عارف يعني ايه عشقتك؟ انا ما اقدرش اعيش من غيرك. انتي من غيرك ممكن اموت. قتلتي حبيبتي عشان بتحبيني؟ ما تقولش حبيبتك. انا حبيبتك. هي مش حبيبتك، عمرها ما حبيتك، دي كذابة. بس أختك عشان بتحبني. انتي مش أختي، احنا اخوات في الشبه بس. ترتكبي جريمة قتل عشان بتحبيني. كل الناس كانت بتحبها أكتر مني طول عمرنا، من احنا وصغيرين. ملك، يا ريتك زي ملك، يا ريتك ربعها حتى. إنما انتي مستهترة فاشلة. أنا مش عارف أقول للناس إيه، أقدمك ليهم أقول لهم إيه؟ أقول لهم بنتي الفاشلة حضرت حتى الثانوية العامة، خدتيها ب50% ودخلتك 100 كلية، كل ما تخش كلية تسقطي 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 لحد ما يرفضوكي، وفي الآخر جايبالي ولد تافه صايع فاشل زيك تقولي لي عايز يتجوزني؟ لو سمحت يا بابا ممكن تسمعني؟ أنا مش عايز أسمعك تاني نهائي. بس أنا من حقي أدافع عن وجهة نظري. وجهة نظر إيه؟ أنت فاكراني ما سألتش عنه؟ بقولك تافه فاشل زيك. أنا عايزة أطلق من حازم. سلمى، فكرتي كويس قبل ما تاخدي قرار زي ده؟ أكيد. على أي حال أنا واثق فيكي جدا في طريقة تفكيرك وفعالك، ومتأكد إن أي قرار هتاخديه هيبقى صح بنسبة 100%. لكن بس أنا ليا طلب واحد. إيه هو؟ فكري كويس في مصير بنتك، لأن مش عايزة تتربع بعيد عن بيت أبوها زي ما أنت تربيتي بعيد عني. لا طبعاً اطمن من الموضوع ده، أنا هتفق مع حازم على طريقة حضرية في الانفصال. أوكي، وياريت ما تكونيش قلتي له أي حاجة عن أختك المستهترة دي. قصدك عن الولد اللي عايز يتجوزها ده؟ لا، ولد فاشل صايع شمام، أبوه طرده بالبيت وتقولي هتجوزه يعني هتجوزه. تأكد حملت زيك يعني حازم مهما اختلفنا معه، لكن في النهاية أستاذ جامعة، راجل محترم. راجل محترم، بس أنا مش مبسوطة معه. دي حياتك وانت حرة فيها، وأنا واثق فيكي وفي اختياراتك. انت مش زي أختك الفاشل دي. هي الأحسن وهي الأشطر وهي الأنجح. لإمتى؟ لإمتى؟ حتى لما كبرنا كل ده ما تغيرش. أنا الخرسة وهي الشاطرة، أنا الفاشلة وهي الناجحة. أنا بحبك وهي ما حبتكش. فاهم يعني إيه ما حبتكش؟ كذبت عليك هي ورا كل اللي حصل لك مع رشا. دخلت مكتبة وفتحت الدرج ولقيت موبايلات كتير وفتحتها وشفت صور مراتك مبعوتة على رقم تليفونك، وبعديها مسج عايز تشوف مراتك في السرير مع واحد، روح على العنوان ده ورسائلها مع وليد وكل مخططاته، صور الليسي وهو بيقتل وليد. عايز ايه تاني؟ عايز ايه تاني؟ ارجع لك عشان تصدقني نديم، انا بحبك. أموت من غيرك، أنت الإنسان الوحيد اللي حبيته في حياتي. مش أنت كان نفسك في ولد أو بنت يا
كان وقتك على الوجه الله يرحمه. جاوب، أنا حامل، أنا حامل حبيبي، أنا حامل في ابننا. افرح، انت محرم علي، انت اخت مراتي. انت مش طبيعية، انت مجنونة. مش كده، انا مش محرم عليك، انا حبيبتك الحقيقية. وده ابننا، احنا الثلاثة هنعيش هنا في البيت ده، وانا نفسي في السعادة دي يا نديم، ما تحرمنيش منها. أرجوك انسى اللي حصل. بصلي ده منزل السيدة مالك الجرحي؟ خير يا فندم، مطلوب القبض عليها. ها قلت ايه في اللي قلته لي؟ مش عارفة. يعني ايه مش عارفة؟ أصلي ايه؟ اتكلمي يا ملك. انا مش ملك. أمال أنت مين؟ أنا مريم أختها التوأم. ثابت في محضر جمع الاستدلالات إنك لما سألتي أقريت إنك ملك، ودلوقتي لما فتحنا التحقيق قلت إنك ملك. بس في الحقيقة أنا مريم مش ملك. طب ليه قلت إنك ملك؟ طب بلاش كده، فين ملك؟ مسافرة. مسافرة فين؟ معرفش. ملك، انت مقبوض عليكي في بيت الزوجية وفي وجود زوجك نديم فخري اللي شاهد بانك ملك، فبلاش امور اللف والدوران دي لان مش هتفيدك بحاجة. الله العظيم انا مريم ولا ليا دعوة بالمخدرات ولا لدي ولا قتلت حد ولا اعرف حاجة عن التهم دي. انا مريم. ها يا خال، هي مريم فعلا ولا ملك؟ ملك مين؟ دي مريم يا فندم، انا كنت متجوزها وانا توه عنها. هي يا فندم ملك الجرحي اللي هربتني من امريكا. انا ما اعرفكش ولا عمري شفتك. هو يمكن اكيد بيتكلم عن ملك مش عني، ما اعرفوش. انا متاكد ان هي فندم، هي دي ملك الجرح. ملك الجرح، ما انت زعلان مني؟
أنا عملت كل حاجة عشان بحبك. أنت حامل؟ ردي علي، حامل ولا لا؟ كنت فاكرة نفسي حامل، بس أوعدك لما نخرج من هنا هنجيب لك بنت زي روشي. أنت بتحب الولاد، خلاص هجيب لك ولد زي القمر شبهك. هتطلع من هنا على حبل المجنون؟ لا، أنا ما عملتش حاجة، ملك هي اللي قتلتني مش أنا. مين اللي قال؟ كل ده ممكن يبقى تلفيق، إنما أنت اعترفتي لي إنك قتلتيها، تبقي مجرمة وتستاهلي الإعدام. أنا ما قتلتهاش، هي اللي غرقت. أنا مش ذنبي إن هي ما بتعرفش تعوم. وبعدين أنا عارفة ملك كويس، وعارفة كويس قوي هي بتفكر إزاي. دي كان ممكن بعد الشر يعني تقتلك. صدقني يا نديم، إحنا خلصنا منها. مين اللي قال لك إني كنت عايز أخلص منها؟ ومين اللي صور لك إني كان ممكن أحبك في يوم من الأيام؟ هو أنا أقل منها في إيه؟ ولا يعني كان لازم أمثل عليك زيها عشان تحبني؟ هي بس شاطرة شوية، عرفت تضحك عليك عشان تتجوزها وتحبها، لعبتها صح يعني. طول عمرها بتحكم عقلها في كل حاجة، لكن أنا كل اللي حلت شوية إحساس، هو قلب ده اللي كل الناس بتكسره وتزعلي. كلامك مش هيهزني ويخليني أقول لهم إنك مريم مش ملك. هتطلعي من هنا على حبل المشنة ومحدش هيصدق كلمة من اللي بتقوليها. هيصدقوا، هيعملوا لي تحاليل. لما يعملوا الدي إن إيه هيكتشفوا إنه متطابق لأنكوا توأم، يبقى ما فاضلش غير البصمات. أنا محيت كل بصمات ملك من على أي ورقة رسمية، يفضل بصمتك أنت. ليه يا نديم؟ ليه ترى معايا كل ده وأنا اللي بحبك؟ عشان قتلتيها من غير وجع حق، قتلتي الإنسانة الوحيدة اللي حبيتها في حياتي.